لا سادد هيرنيا ارايز فروم انترنال رينج وترانجل فاصل باخ، يعني اوبليك انجوانال هيرنيا ودايركت هيرنيا. هي دي السدل او البنطلون هيرنيا، بيبقى فتقين عند العيان، اوبليك انجوانال هيرنيا ودايركت هيرنيا. اوبليك انجوانال هيرنيا طالعه من الانترنال رينج، ودايركت هيرنيا طالعه من الترانجل فاصل باخ. طب هما سادلينج وات؟ سادلينج وات؟ سادلينج الانفيريو بيجاستريك ارتري، سادلينج الانفيريو بيجاستريك ارتري. اوكي طيب بصوا يا اولاد، احنا ايه اللي عليكم ان ديتيلز؟ هي الاوبليك انجوانال هرنيا والدايركت هرنيا. يعني اللي عليكم ان ديتيلز في عمليات الهرنيا، علاج الاوبليك انجوانال هرنيا وعلاج الدايركت هرنيا. الباقي مش عليكم الديتيلز بتاعتها، يعني فكره كده يعني. اوبليك انجوانال هرنيا، فاحنا هنفتح انسيجن اسمه انجوانال انسيجن، هنفتح فوق تلتين الانجوينال ليجمنت، يعني نطلع حوالي 3 سم كده فوق الانجوينال ليجمنت، وبعدين افتح فوق تلتين الانجوينال ليجمنت. بنفتح من الاكسترنال رينج للانترنال رينج واكتر شويه، يعني انت عارفين الجراح لما يجي يفتح يحب يفتح الجلد اكتر من الحاجات اللي هو عايزها عشان يشوف كويس، عشان يشوف كويس. فاحنا بنفتح كده فوق تلتين الانجوينال ليجمنت. اشمعنى؟ عشان في الانترنال رينج نص الانجوانال ليجم، الانترنال رينج نص الانجوانال ليجم، فانا عايز افتح اكتر شويه، فبفتح فوق تلتين الانجوانال ليجم، بطلع 3 سم فوق الانجوانال ليجم وافتح فوق تلتين الانجوانال ليجم. هفتح ايه؟ هفتح سكين وكمبر وسكربا، هفتح سكين وكمبر وسكربا، ما هي دي الطبقات، سكين وكمبر وسكربا. هلاقي 3 فينز، التلاتة فيسل دول واحد فيهم جاي من الجينيتاليا، فاسمه بيودندل. بيودندل يا ولاد يعني المستحي، كلمة بيودندل في اللاتيني يعني المستحي، المكسوف، المكسوف، لأن دايما بيودندل ده جاي من الجينيتاليا، فهو ده بلاد فيسل جاي من عند الجينيتاليا كده، فقالوا عليه بيودندل. وبلاد فيسل طالع على ناحية على فوق ناحية المعدة كده، فقالوا عليه ابيجاستر. والتالت بيلف يروح ناحيه الانتيريو سوبيريور سباين، فبيقولوا عليه سيركمفليكس، سيركمفليكس عشان بيلف، ايلياك عشان بيروح ناحيه الايه الانتيريو سوبيريور سباين. فاسميهم سوبرفيشال اكسترنال بيدندل، سوبرفيشال ايبيجاستريك، سوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك. يعني انا بفتح ثلاث طبقات واربط ثلاثه فيسل، بفتح ثلاث طبقات واربط ثلاثه فيسل. الثلاث طبقات اللي بفتحهم سكين وكمبر وسكاربا، سكين وكمبر وسكاربا، والثلاثة فيسل اللي بربطهم سوبرفيشال اكسترنال بيدندل، سوبرفيشال ايبيجاستريك، سوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك. سوبرفيشال اكسترنال بيدندل، سوبرفيشال ايبيجاستريك، سوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك. فهمتوا يا ولاد المسميات دي جايه منين؟ فهمتوا ان واحد جاي من الجينيتاليا يبقى بيدندل، وفهمتوا ان واحد رايح ناحيه المعده يبقى ايبي جاستريك، والتالت بيلف ويروح على الانتير سبيركس فاين فيبقى سيركمفليكس ايليا. وبعدين برضه ما افتح ثلاث طبقات، بعد ما افتح ثلاث طبقات واربط ثلاثه فيسلز، هفتح الاكسترنال اوبليك ابونيروزس من الاكسترنال رينج لغايه تقريبا مكان الانترنال رينج، يمكن اكتر شويه يعني. هفتح الاكسترنال اوبليك ابونيروزي، طب في الاكسترنال اوبليك في الحته دي بيبقى ابونيروزي، فانا هفتحهم من الاكسترنال رينج لغايه الانترنال رينج، لغايه الانترنال رينج. اول ما افتح الاكسترنال اوبليك، اول ما افتح الاكسترنال اوبليك بلاقي السبرماتيك كورد عليه نيرف اسمه ايليو انجوينال نيرف، فاكرين ولا لا؟ هلاقي السبرماتيك كورد عليه نيرف اسمه ايليو انجوينال نيرف، هو تقريبا يعتبر على الكورد من بره تقريبا، لان هو ماشي على الكريماستريك مصر، فيعتبر على الكورد من بره يعني، فانا بعزله عشان ما اقطعوش. بس خلي بالكم لو اتقطع هنا يعمل انيسيزيا على السكروتم، انما لو اتقطع وانا بعمل ابندكتومي في جريد ايرن انسيجن، يعني لو اتقطع مني في الحته دي بيبقى كونجوينت تندون خلاص خد اخد النيرف سبلاي بتاعه، فلو في لوس بيبقى سنسوري لوس على الميديان سايد اوف ذا سكروتم. ان ده لو اتقطع هنا، لو اتقطع هنا بيبقى بيحصل سنسوري لوس على الميديال سايد اوف ذا سكروتوم، لكن لو اتقطع في جريد ايرن انسيجن هيحصل باراليسيز في الكونجوينت ايه تندو.
المهم انا برضو ما احبش ان العام بصراحه يجي له لوس اوف سنسيشن على الميديا البارت اوف ذا سكروتم، لان لما الواحد بيبقى عنده حته منمله في جسمه بتضايقه. يعني انت لما يبقى لسانك منمل بتقعد طول الوقت تدوس عليه تعض عليه بسنانك عشان تتاكد انه موجود، انت مخك حاسس بكل فتفوته فيك. لو هو ما حسش بفتفوته فيك بتبقى منمله وبتبقى انت مش حاسسها، حاسس انها كانها مش موجوده يعني، فاهمين هذا؟ لا، ولذلك انا هرفع الاليونجوينال نيرف كده، ابعده عني، وبعدين هسلك السبرماتيك كورد، وبعدين هفتح الكريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا. خلي بالكم الكورد جوه الكنال متغطي بكريماستريك ماسل وانترنال سبرماتيك فاشيا، بس لما يطلع من الاكسترنال رينج ياخد الطبقه الثالثه اللي هي الاكسترنال سبرماتيك فاشيا. يعني السبرماتيك كورد جوه الكنال متغطي بانترنال سبرماتيك فاشيا وكريماستريك ماسل، لكن بدايات الاكسترنال سبرماتيك فاشيا عند الاكسترنال رينج، بدايه الاكسترنال سبرماتيك فاشيا عند الاكسترنال رينج، يعني بعد ما الكورد يطلع من الكنال. ما هو طلع من الاكسترنال رينج يعني طلع من الكنال، خلاص طلع من الاكسترنال رينج يعني طلع من الكنال. فانا هفتح الكريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا، الاقي مكونات الكورد اتفتحت قدامي. في بقى التستيكلر ارتري والتستيكلر فين والفاز والارتري اوف ذا فاز والفين اوف ذا فاز وسمباثيك فايبرز وجينيتال برانش اوف جينيتال فومورال نيرف. انا عايز مين فيهم؟ انا مش عايز ولا واحد فيهم، انا عايز الساك، انا عايز الساك اللي جوه الكورد. طب انا اعرف الساك ازاي؟ لونها، لونها بيرلي وايتش ان كلر، بيضاء وكانها اللؤلؤ. يعني هفتح الكورد، هفتح الكفرنج اوف ذا كورد، هفتح الكفرنج اوف ذا كورد يا امين، يعني هفتح الكريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا. هو ده، هفتح الكورد، هفتح الكورد، هفتح الكفرنج اوف ذا كورد، يعني اشق الجورنان اللي على حزمه الملوخيه عشان حزمه الملوخيه تتفتح قدام. وبعدين هنقي من وسط الكونتنتس اوف ذا كورد الساك، وبعدين هسلك الساك لغايه النك. السؤال الجاي، هعرف النك ازاي؟ اضيق نقطه في الساك، النك ده يا ولاد اضيق نقطه في الساك، ويبدا الاكسترا بروتينيال فات يبان، يعني الاكسترا بروتينيال فات يبدا يبان. وبعدين البلسيشن بتاع الانفيريور ايبيجاستريك ارتري، ما هو الانفيريور ايبيجاستريك ارتري هو عند الانترنال رينج، الانفيريور ايبيجاستريك ارتري يعني الانترنال رينج كده، الانفيريور ايبيجاستريك ارتري كده، يعني الانفيريور ايبيجاستريك ارتري على الميديال بوردر بتاع الانترنال رينج. ولذلك بعرف النيك اوف ذا ساك من ثلاث حاجات، اضيق نقطه في الساك والاكسترا بريتونيال فات والبلسيشن بتاع الانفيريور بيجاستريك ارتري. اضيق نقطه في الساك والاكسترا بريتونيال فات والبلسيشن بتاع الانفيريور بيجاستريك ارتري، هي دي يعني اكتر يعني دول اهم ثلاث حاجات. وبصراحه اهم حاجه عند النيك اوف ذا ساك الانفيريور بيجاستريك ارتري، اهم حاجه للنيك اوف ذا ساك هو الانفيريور بيجاستريك ارتري. بالمناسبه يا اولاد، هو الانفيريور بيجاستريك ارتري جاي منين؟ الانفيريور بيجاستريك ارتري جاي منين؟ ان شاء الله يا احمد، جاي من الاكسترنال ايلياك ارتري. تمام. نور، يعني ايه جاي من الاورطه؟ ما هو مصر يعني الجسم كله واخد من الاورطه، ما هو الاكسترنال ايلياك، لكن من الاورطه ده يعني جاي من القلب، جاي من الاكسترنال ايلياك ارتري. فاحنا ايه، هنسلك الساك لغايه النك كده يا اولاد، وبعدين نفتح الساك من عند الفندس. يعني الساك دي فندس وبودي ونك، فندس وبودي ونك. فانا هفتح الساك من عند الفندس، وبعدين امد صباعي كده ارجع كونتنت، وبعد ما امد صباعي ارجع كونتنت كده هقوم محزم النك. يعني انا عايز دلوقتي اربط النك، عايز اربط النك، فالساك كده انا فتحتها ورجعت الكونتنت، عايز اربط النك. بس لو ربطت النك كده يا اولاد وقصيت، بسيب ستامب صغيره كده، فاهمين ان انا قصيت هنا؟ يعني ده المقص. الاسطمب دي ناعمه قوي، البريتون ناعم قوي يا ولاد، البريتون ده ناعم فحتي يعني. فالاسطمب قصيره وناعمه، فممكن الفتله اللي انا رابطها تتسلت. زي كده اما ايه بنت يبقى شعرها ناعم وقصير، لو حط التوكه التوكه بتقع، لان هو قصير فالتوكه بتتسلت على طول. طيب انا اعمل ايه؟ يعني دي ناعمه قوي والاسطمب قصيره وهتتسلت، هنعمل تكنيك كده غريب. هقوم ايه جاي على النك وخرمها بفتله وابره،
وبعدين احزم نصها، وبعدين الف بالفتله واحزمها كلها. تعالوا نتفرج على الحكايه دي ازاي. بص يا لاد، هعدي في النك بفتله وابره، فاهمين يا لاد؟ هعدي في النك فتله وابره، وبعدين اربطها. يبقى انا ربطت نص النك، نص النك اتربط، وبعدين اقوم لافف في الفتله على الناحيتين ومحزمها، فكده تبقى النك اتحزمت على واحده وايه ونص. ولان الفتله معديه جوه الساك لا يمكن تقع. يعني لو جبت راقصه والعياذ بالله ورحت محزمها وبدات ترقص، ممكن الحزام يقع وهي بترقص. انما لو عديت الحزام في بطنها، يعني جاب دم، جاب دم عديته في بطنها، وبعدين رحت محزمها فحزمت نص الرقاصه والعياذ بالله، وبعدين رحت واخد الرابطه وحطيتها على الناحيه الثانيه وربطها، فانا كده محزم الرقاصه نص واحد، يعني محزمها على واحده ونص كده. لو قصيت الرقاصه، لو قصيت الراقصه، عمر الحزام ما يقع، عمر الحزام ما يقع، فاهمين يا ولاد؟ ولذلك بحزم الساك على ايه؟ على واحده ونص، فاهمين يا ولاد؟ عشان الرابطه ما تتسلتش. لو كنت ربطتها رابطه عاديه كده يا ولاد، كنت ربطتها رابطه عاديه كده والبريتون ناعم كانت سلت، لكن لان معدي بالفتله دلوقتي جوه النك، وبعدين عملت النص دي، النص دي كده ثبتها خلاص، وبعدين رحت ايه لافف ومحزم. ليه بس احنا بنقول امثله الهدف منها خير؟ وطالما الهدف منها خير يا مي، ان شاء الله ان شاء الله، يعني ربنا بيبارك على طول ان شاء الله. ماشي يا حاجه مي معايا؟ ان شاء الله طالما الهدف خير ان شاء الله خير. واضح يا اولاد؟ الفتله، السلك اللي هو الفتله، الفتله احنا عندنا ده الديفكت، وبعدين الساك ده البريتون، البريتون طلع وعمل ساك والانتستين جواه، او ده البريتون ودي البروسيسس فاجيناليس مفتوحه، يعني ده البريتون وده البروسيسس فاجيناليس مفتوحه، فالانتستين نزلت، فانا عايز ارجع الانتستين واربطها الساك عند النك واقص الساك واربطها من عند النك. فالساك ده البريتون، يعني الديفكت ده، ده ديفكت في الابدومينال وول، والساك ده البريتون البرايتال بريتونيوم طالع منه الانتستين، ولذلك انا فتحت الساك ورجعت الانتستين جوه، وبعد ما رجعت الانتستين رحت محزم الساك على واحده ونص وقصصها. فانا عملت حركه اسمها هرنيوتومي، عملت حركه اسمها هرنيوتومي. نعمل ريكاب كده اولاد. انا اول حاجة فتحتها، فتحت حاجة اسمها انجوينال انسيجن. الانجوينال انسيجن ده فوق تلتين الانجوينال ليجامنت، يعني طلعت فوق الانجوينال ليجامنت 3 سنتي وفتحت فوق تلتين الانجوينال ليجامنت، وبعدين فتحت ثلاث حاجات، سكين وكمبر وسكاربا. وانا بفتح سكين وكمبر لقيت ثلاثة فيسل، سوبرفيشيال اكسترنال بيبندل، وسوبرفيشيال ايبيجاستريك، وسوبرفيشيال سيركمفليكس ايلياك، ربطتهم وقصتهم عشان ما يخرجش دم، وبالتالي انا فتحت لغايه دلوقتي ثلاث طبقات وربطت ثلاثه فيسل. الثلاث طبقات اللي فتحتها الديفكت ده اللي هو الانترنال رينج، الديفكت ده اللي هو عند الانترنال رينج. الثلاث طبقات اللي فتحتهم الجلد والسبكتينس تيشو وسكاربس فاشيا، وبعدين الثلاثه فيسل اللي ربطتهم سوبرفيشال اكسترنال بيدندل، سوبرفيشال ابيجاستريك، سوبرفيشال سيركمفليكس ايليا. وبعد ما فتحت الثلاث طبقات وربطت الثلاثه فيسل لقيت الاكسترنال اوبليك ابونيروز، ففتحت الاكسترنال اوبليك ابونيروز من الاكسترنال رينج للانترنال رينج واكتر شويه. بعد ما فتحت الاكسترنال اوبليك ابونيروز لقيت نفسي جوه جوه الكنال. خلاص انا دلوقتي يا اولاد جوه الكنال، جوه الكنال لقيت السبرماتيك كورد عليه الالينجوانال نيرف، ففصلت الالينجوانال نيرف عشان ما يتعورش مني. قلت لكم الالينجوانال نيرف لو اتعور هنا بيحصل لوس اوف سنسيشن عند السكروت، لكن الكونجوينت تندون ما يتشلش الا لو الالينجوانال نيرف اتعور في جريد ايرن انسيجن، هو هنا ادى الكونجوينت تندون خلاص. عشان كده انا بسيبه كده وابعده عني عشان ما يجيلوش لوس اوف سنسيشن على الميديال سايد. السبرماتيك كورد هنا متغطي بايه؟ متغطي بكريماستريك ماسل وانترنال سبرماتيك فاشل، وانا عايز اخش جوه الكورد لان الساج بتاعت الاوبليكينج واينال هيرنيا جوه الكورد، الساج بتاعت الاوبليكينج واينال هيرنيا جوه الكورد، ولذلك انا عايز اخش جوه الكورد اجيب الساج. مش عارف الواد احمد باين اللي طلب مني صوره
للانتستين والساك وهي داخله جوه الكورد. فانا حطيت له كذا صوره في البرزنتيشن، يعني ان شاء الله لما نيجي ناخد الهرنيا حطيت له كذا صوره للانتستين وهي الانتستين بالساك جوه الكورد، الانتستين بالساك جوه الكورد عشان خاطر يبقى ايه الصوره دي هو طلبها يعني. المهم يا اولاد ايه، ان انا عايز اخش جوه الكورد عشان اطلع الساك، فانا ايه سلكت الكورد كده وبعدين فتحته، فتحت طبقتين اللي هما الكريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا. مفيش اكسترنال سبرماتيك فاشيا، الاكسترنال سبرماتيك فاشيا بعد الاكسترنال رينج. فانا فتحت طبقتين كريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا. العفو يا حبيبي، فتحت الكريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا. لما فتحت الكريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا لقيت الساك بتاعت الهرنيا، لقيت الساك بتاعت الهرنيا. الساك دي بعرفها ازاي في وسط مكونات الهرنيا؟ بيضاء وكأنها اللؤلؤ، بيضاء وكأنها اللؤلؤ. فانا ايه رحت مسلك الساك كده لغاية النك، لان انا عايز اشيل الساك كلها، عايز اشيل يعني البريتون كده، انا عايز اشيل الساك بقى كلها، مش عايز اسيب منها حتة. ما انا لو شلت الساك من هنا هحولها لساك، بدل ساك كبيرة تبقى ساك صغيرة، بس يعني خلي الهرنية كبيرة هرنية صغيرة، انا عايز اشيلها كلها من عند النك. فانا وصلت للنك، عرفت ان انا وصلت للنك ازاي؟ الانفيريور بجاستريك ارتر، لان النك بتاعت الساك عند الانترنال رينج، النك بتاعت الساك عند الانترنال رينج. فانا لما بوصل للانفيريور بجاستريك ارتري بعرف ان انا عند النك اوف ذا ساك. النك دي ادي نقطه في الساك، والبلسيشن بتاع الانفيريور بجاستريك ارتري والاكسترا بريتونيه الفات. لما بوصل للنك بيرلي وايتش ان كلر، بيضاء وكانها اللؤلؤ، الساك لونها بيرلي وايتش ان كلر، بيضاء وكانها اللؤلؤ. وبعدين فتحت الايه الساك عند الفندس، ابعد يعني اكبر حته، اكبر حته يعني. رد احنا لما نيجي نخش على الساك نخش من اوسع نقطه، نخش من اوسع نقطه. يعني لما اجي اخش بيت يا اولاد بخش من عند الريسبشن، ما بخشش من عند الاوض، يعني ما بخش من عند الاوض، بخش من عند الريسبشن، اوسع نقطه، فاهمين يا اولاد؟ فانا فتحت الساك عند الفندس، الفندس ده اوسع نقطه. وبعدين مديت صباعي جوه وقعدت ارجع الكونتنتس عشان الساك تبقى فاضيه. وبعدين حزمت الساك على واحده ونص، وبعدين قصيت الساك. انا كده عملت خطوه اسمها هرنيوتومي، انا كده عملت خطوه اسمها هرنيوتومي. في حاجة صعبة يا أولاد في كلمة هرنيوتومي دي؟ بعد ما بعمل هرنيوتومي بقى هقفل الكورد، بعد ما أعمل هرنيوتومي دي هقفل الكورد، فهمتوا يا أولاد خطوة الهرنيوتومي؟ هرنيوتومي دي الحقيقة اسم غلط، هي المفروض تبقى هرنيكتومي، لأن أنا مش فتحت الساك أنا شلتها، فالمفروض يبقى اسمها هرنيكتومي، بس هما سموها هرنيوتومي وخلاص، يعني هو اسم غلط صحيح، يعني مش معبر، اسم غلط، ولكن هي خلاص هي اسمها كده وخلاص يعني، فاهمين يا أولاد ولا لأ؟ عشان كده عملت خطوة اسمها هرنيوتومي اللي هي اسم غلط، المفروض يبقى اسمها هرنيكتومي، بس انا عملت هرنيوتومي. عرفت النك بثلاث حاجات يا شهد، عرفت النك من انفيريور بجاستريك ارتر، عرفت النك من انفيريور بجاستريك ارتر اللي عند الانترنال رينج. لما اوصل انفيريور بجاستريك ارتر يبقى انا وصلت النك، وهو اضيق نقطة في الساك، فاهمني؟ والاكسترا بروتونيال فات بيبان، لان هو البريتون كده ولاد عليه اكسترا بروتونيال فات، فلما بيبص كده ويعمل ساك النك عند الاكسترا بروتونيال فات. فانا بعرف النك بثلاث حاجات، البلسيشن بتاع الانفيريو بجاستريك ارتري والاكسترا بروتونيال فات واضيق نقطه في الساك. مش فاهم يا شهد، مش فاهم انت عايزه ايه. النك ممكن نعيد بعد ما عرفنا الخطوات اللي بعدها، انا فاهمها من بعدها يا دكتور، مش عارف من بعدها دي اللي هي ايه، هادي تعود على ايدها الغائب يعني. ارفع ايدك يا شهد، ارفع ايدك عشان نخلص، ارفع ايدك يا شهد. ايوه شهد. ايوه ازيك دكتور، اهلا بيك. دكتور انا قصدي من بعد ما عرفنا انك الستبس اللي بعدها عملت لها ترانسفيكس، فتحتها الستبس اللي بعدها ان انا فتحت الساك ورجعت الكونتنت بصباعي، فبقت الساك فاضيه. اوكي. ايه وبعدين حزمتها على واحدة ونص، يعني عديت الفتلة والإبرة جوه النيك اوف ذا ساك، وبعدين ربطت نص ربط، وبعدين لفيتها. لما حطيت الفتلة جوه والإبرة جوه النيك اوف ذا ساك كده، لما أربط لا يمكن تتسلت، حتى لما أقص والإسطمب تبقى قصيرة
يعني الاسطمب دي سياره صحيح، بس عمر الفتله دي ما هتتسلك لانها معديه في السبستانس بتاع الساك. اوكي، وايه علاقتها بالبروسيسس فاجينالس؟ ما هي الساك دي اصلا بتبقى بيتنت بروسيسس فاجينال، يعني ما تيجي بقى انت فاهمه الساك، ساك دي بريتون فاهمها؟ هنفهم في النظري بقى ايه يعني ايه البروسيسس فاجينالس يعني خلاص هنفهمها ايه. شكرا. لكن فهمت فكره ان انا افتح الساك وارجع الكونتنت واعمل ترانسفيكسيشن واقص، وهي دي اسمها هرنيوتومي. اوكي شكرا. العفو. الخطوه دي اولاد اسمها هرنيوتومي. هنخش بقى على حته اصعب شويه، حاجه اسمها هرنيورافي. يعني ايه اولاد هرنيورافي؟ الليفل بتاع الانترنال رينج لما بعمل ترانسفيكسيشن للساك بعمله عند الليفل بتاع الانترنال رينج. لا ما بتتفتحش، ما بنربطها. احنا بعد ما عملنا هرنيوتومي هنعمل هرنيورافي. الهرنيورافي بقى اولاد لو انتوا عملتوا فيا كده في الهرنيوتومي، فالهرنيورافي اولاد صعب صعب، ف اللي فيكم تفلت منه حاجه في الهرنيورافي ما يقلقش، لان انا عامل العمليه دي 3 دي، فلما تتفرجوا على ال 3 دي الحاجات اللي انتم مش فاهمينها من 2 دي يعني هتتجبر في العمليه ال 3 دي فاهمينها لا. فانا ايه مش عايز حد فيكم يبقى قاعد هيتجنف عقله فاهمني، لان هو الموضوع صعب، ولذلك انا عامل له فيلم 3 دي للعمليه دي. في حاجه اسمها شولدايز ريبير، وحاجه اسمها باسيني ريبير، وحاجه اسمها هولشتيد ريبير. شولدايز ده فكرته ايه؟ ان اي حاجه ضعيفه هفتحها واخيطها طبقتين. يعني ايه طبقتين؟ طبقتين يعني كروازيه، كروازيه يعني صفين زراير، صفين زراير زي الزاكيته الصفين كده. هو انت لو عندك بلوفر وبعدين البلوفر ده ادم، البلوفر ده ادم يعني جبت بلوفر مثلا في اولى طب، وكان البلوفر بقى على قدك وكل جميل كده على قدك والبلوفر على قدك، على ستة طب البلوفر بقى وسع رهرط ما بقاش فيه صوف، وسع والكل وسع والبلوفر رهرط، فانت بس انت بتحب البلوفر ده عشان خاطر هو انت بتخش بيه الامتحانات. فرحت قصه فجاي من عند الكل كده وفتحته خالص كده، ورحت قافله صفين، قفلته صفين، فلانه واسع وانت فتحته يعني دخلت بالمقص كده ورحت قصه خالص كده، وبعدين رحت قافله صفين، ولان انا قفلته صفين فالكل ضاق، يعني وانس ان انا فتحت كده وقفلت صفين الكل ضاق، والبلوفر اتشد، اتشد بقى يعني مشدود بقى على قدك تاني، بقى على قدك بقى اضيق، بقى اضيق. سيبكم من الطب، حكايه البلوفر واضحه، ان البلوفر في سنه اولى كان الكول على قدك ومليان صوف وعلى قدك، وبعدين على سته طب البلوفر وسع ورهرط فالكول وسع، فانا رحت ضارب فيه مشرط مقص فتحه ورحت قافله صفين. اوكي عبد الرحمن دي طريقه تانية، ابلكيشن دي حاجه تانية لسه ما شرحتهاش عبد الرحمن. شولدايز كانت فكرته كده ان اي حاجه ضعيفه افتحها واخيطها صفين، اي حاجه ضعيفه هفتحها واخيطها صفين، هو ده فكر شولدايز، ان اي حاجه ضعيفه انا هفتحها واخيطها صفين. فعمل ايه بقى شولدايز؟ الرسمه دي ولا تفهمك انا بخيط الحاجه صفين ازاي. فشولدايز راح عامل ايه بقى؟ راح فاتح الفاشيا ترانسفيرساليس من انترنال رينج لغايه البيوبك تيوبركل كده، فتحها خالص بالمقص وسلكها، وبعد يعني اعتبر ان الانترنال رينج دي، الانترنال رينج دي الكول بتاع البلوفر، والفاشيا ترانسفيرساليس دي البلوفر اللي هو الواسع، فهو فتح من عند الانترنال رينج فتح بالطول كده، فتح الفاشيا ترانسفيرساليس كلها، وراح ايه بعد ما فتحها كلها كده يا ولاد، بعد ما فتحها كلها راح مخيطها صف اولاني، شدها كده وراح مخيط الصف الاولاني، وبعدين جاب الصف الثاني زي الجاكيته الصفين لما بتفتح كده الصف ده وتزرر الزرار دي، وبعدين تجيب الثاني، فادي الصف الاولاني وبعدين الصف الثاني. ايه رايك يا ولاد؟ ما بقولكش ايه رايك في العمليه، بقولك ايه رايك، انت فاهم فكره انه فتح الفاشيا ترانسفيرساليس وراح مخيطها صفين؟ فاهم؟ فاهم انه فتح الفاشيا الترانزفيرس وخيطها صفين، وان الفاشيا الترانزفيرس دي فيها انترنال رينج وعامله كده،
فلما فتحها كده وراح مخيط، قال الانترنال رينج ضاقت، الانترنال رينج ضاقت، والفاشيه بقت اضيق، والفاشيه بقت اضيق مشدوده. طبعا العمال يتقال لي ممكن الكورد يتعور وبتاع، انا رفعت الكورد بعته بعيد عني، فما تخافش مش هتعور، لان الدكتور هو اللي بيعمل عمليه، الدكتور هو اللي بيعمل عمليه، فالكورد مش هتعور، ما تخافش ناخدين بالنا منه. ما انا عارف ان الكورد بيمتد من الاكسترنال رينج للانترنال رينج، وانا فتحت الفاشيه من عند الانترنال رينج، زي بالظبط ما دخلت المقص وقطعت كده رقبتي اتعورت، وانا ما دخل المقص واقطع كده رقبتي اتعورت يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. ما حدش يقعد يضايق نفسه كتير، فاهمين؟ انا طبعا بشرح حاجات احيانا بعد عيد فيها انا ببقى مستغرب يعني، بس انا مش هقدر ابقى مستوى الشرح اقل من كده لاني مش هخلص صراحه يعني. اول فكره فاهمينها، فاهمين فكره ان انا خيط الحاجه صفين، دي فيها مشكله؟ فاهمين فكره ان انا خيط الحاجه صفين؟ حلو. الفكره الثانيه ان هو دخل المقص من هنا، زي ما انا دخلت المقص من هنا، هو دخل المقص من هنا وراح واخد الفاشيه ترانسفيرساليس قطعها كلها من هنا لغايه هنا. طب مش هيعور الكورد ليه يا دكتور؟ عشان هو بعد الكورد بعيد عنه. طب هو هيقدر يدخل المقص من جنب الكورد ويقوم قطع الفاشيه ترانسفيرساليس؟ ايوه، زي ما بدخل المقص من جنب رقبتي واقطع الفلينا. احلف يا دكتور انه هيعرف، والله هيعرف، مالكش دعوه، ما بقولكش اعمل عمليه بكره، انا بقول لك ان انا فتحت الفاشيه الترانسفيرس، فاهمين؟ فاهمين انا فتحت الفاشيه الترانسفيرس؟ ايوه، انا فتحت الكنال من بدري، ما انا فتحت السبرماتيك كورد، انا فتحت الاكسترنال اوبليك وفتحت السبرماتيك كورد وشلت الساك وقفلت السبرماتيك كورد، فالسبرماتيك كورد ده كمان متخيط اهو، متخيط اهو لاني شلت الساك من جواه. يعني انا فاتح الاكسترنال اوبليك، الاكسترنال اوبليك اتفتحت اهي، وبعدين كنت جوه الكنال. هو دي حاجه دي بتيمال ايبيليبسي، لما الاقي حد وانا بصلح في الفاشيه بيسالني وانت فتحت الكنال؟ هو احنا بنشرب مخدرات يا اولاد؟ ما هو ده غيط حشيش، بس حشيش ما بيخدرش. انا فتحت الانجوانيال كنال من زمان وطلعت الكورد وشلت الساك وقفلت الكورد، فانا فتح الكنال من زمان، وده البوستير الول بتاع الكنال. فانا فتحت الفاشيه الترانسفيرساليس، وبعد ما فتحت الفاشيه الترانسفيرساليس هخيطها تاني، بعد ما فتحتها هخيطها تاني. يا لهوي دكتور، يعني تفتحها وتخيطها؟ يعني زي ما فتحت الزاكيتة كده، زي ما فتحت الفانيلا وبعدين رحت مخيطها صفين. فانا هفتح الفاشيه، بعد ما فتحت الفاشيه خالص ايه، فتحت الفاشيه خالص، هقوم مخيطها صفين. انا طبعا انا مش هقدر اجيب المقص واقطع الفانيلا عشان افهمك ان انا هخيطها صفين، انا يعني انت لازم عند حد معين لازم تفهم يعني. فانيلا الريال لا، فمين غلط؟ فانا ايه، فتحتها وبعدين خيطت الصف الاولاني وبعدين خيطت الصف الثاني، فاهمين؟ لا، بعد ما خيطت الصف الاولاني خيطت الصف الثاني. ليه بقى انا عملت كده؟ عشان خاطر الفاشيه كانت ضعيفه ومرهرطه كده، ضعيفه ومرهرطه اهي، مرهرطه اهي في الصوره، فرحت فاتحها ورحت مخيطها صفين، فضاقت عليا، بقت مشدوده كده وبقت ضيقه مشدودة، فاهمين على هذا؟ لا، الخطوة الأولانية يا ولاد بلاس هرنيوتومي، أنا خلصت الهرنيوتومي جهات، خلصت الهرنيوتومي من زمان وسبتها خلاص، وبعمل في الخطوة اللي بعدها اللي هي هرنيورافي. محدش يقدر محدش بقى يسألني يا ولاد هو اللي عندك كان عنده هرنيا أصلا؟ أيوه كان عنده هرنيا أصلا، وأنا فتحت وعملت هرنيوتومي، ودي أول خطوة في الهرنيورافي. الله يخرب بيت الحشيش اللي بتاخدوه، انا فتحت العيان وعملت هرنيوتومي خلاص، وانا دلوقتي في الهرنيورافي، ودي اول خطوه في الهرنيورافي. اوكي، انا قفلت بقى الفاشيه الترانسفيرساليس طبقتين، قفلت الفاشيه الترانسفيرساليس طبقتين. اوكي، بعدين بقى هعمل ايه بقى يا اولاد؟ هخيط الكونجوين تندون في الانجواينال ليجامنت طبقتين. يعني انا فتحت الفاشيه الترانسفيرساليس كده وخيطتها طبقتين، وبعدين ده الكونجوينت تندون وده الارش وده الانجوانال ليجامنت، فانا هخيط الكونجوينت تندون في الانجوانال ليجامنت طبقتين. هخيط الكونجوينت تندون في الانجوانال ليجامنت ده ولاد برضو حركه بتبقى صعبه شويه، لان الكونجوينت تندون ده فوق والانجوانال ليجامنت ده تحت، فانا بخيط سقفيه الكنال في ارضيه الكنال كاني صاحب دكان وبقفل الدكان، كاني صاحب الدكان
وبقفل الباب بتاع الدكان. رحت جايب الكونجوين تندون ورحت مخيطه في الانجوينال لينجا، بس بدل ما خيطه صف واحد كده خيطه صفين برضه. فانا خيطت الكونجوين تندون في الانجوينال ليجامنت صفين، يعني انا عملت دبل بريستنج للفاشيا ترانسفيرسالس. يعني دبل بريستنج اولاد يعني صفين، خيطت صفين، عملت دبل بريستنج للفاشيا ترانسفيرسال. انا بشرح الاوبليك انجوينال هرنيا هنا، يا لهوي جالي يا نهار اسود يا اولاد. انا فتحت الكورد وشلت الساك، الساك بتبقى جوه الكورد في العام بتاع الاوبليك انجوينال هرنيا. انا ما جبتش سيره الطيارات. يعني هقول لكم مجموعه الاسئله اللي انتوا سالتوها لي عشان تعرفوا بس ان انا ليا الجنه. السؤال الاولاني، دكتور هو ده بلس هرنيوتومي؟ ايوه، ما انا من الصبح لسه مخلص الهرنيوتومي. ايوه. فتلاقي الطالب بعدها، دكتور هو ده الاوبليك انجوينال هرنيا ولا الدايركت؟ ما انا قايل الاوبليك انجوينال هرنيا اللي جوه الكورد، الدايركت انا ما بتبقاش جوه الكورد. فما بقاش فاهم هو في ايه؟ هو انتوا ولاد في عندكم بيتيم مال ابيليبسي؟ يعني وانت قاعد كده بيعدي قدامك مثلا بتشوف حاجات مش موجوده او بتسمعها هالوسينيشن في قدامكم؟ ايه في ايه يا لد اهو؟ طبعا هي دي الخطوه الصعبه، يعني الخطوه الصعبه بقى ان انت تعرف انها خط الكونجوينت تندون في الانجوانا اللي صفين. هي دي الخطوه الوحيده اللي صعبه، اللي فات ده كله سهل، اللي فات ده كله سهل. هي دي بقى الخطوه الصعبه، ان انا خيطت الكونجوينت تندون في الانجوينال ليجامنت صفين، خيطتهم صفين فين؟ ورا الكورد برضو، تحت الكورد. انا بعد الكورد خالص وشغال كل ده ورا الكورد او تحت الكورد. طبعا ازاي بخيطهم صفين بقى؟ هتشوفهم في 3 دي. يعني الخطوه دي صعبه معاك بقى، يعني من هنا بقى الطالب مفروض يقول يا لهوي انت ازاي هتخيط الكونجوينت تندون في الانجوينال ليجامنت، ويقعد يتخيل بقى الكونجوينت تندون وهو عامل ارش كده والانجوينال ليجامنت تحت، ويتخيل الكونجوينت تندون وبيتخيط في الانجوينال ليجامنت وبيتخيط صفين. يعني هنا بقى الطالب هيبقى ايه؟ يعني متعكنن شويه، بس مش مشكله، يعني حتى ال 3 دي هتسدد لك الحكايه دي. وبعدين هرجع الكورد واخيط الاكسترنال اوبليك قدام الكورد، يعني برضه دبل بريستنج، وكاني شولدايز ريبير 3 دبل بريستنج. دبل بريستنج للفاشيا ترانسفيرساليس، ودبل بريستنج للكونجوينت تندون في الانجوينال ليجامنت، ودبل بريستنج للاكسترنال اوبليك. بس 2 دبل بريستنج ورا الكورد، وواحده دبل بريستنج قدام الكورد. 2 دبل بريستنج ورا الكورد، وواحده دبل بريستنج قدام الكورد. يعني الاكسترنال اوبليك بتتخيط قدام الكورد. ليه بتتخيط قدام الكورد؟ عشان انا اصلا فتحتها هي كانت قدام الكورد، عشان بس ما الاقيش حد بعد شويه راح قايم قال لي ايه ده، هو الاكسترنال اوبليك كانت قدام الكورد؟ ايوه كانت قدام الكورد اهي يا ولاد، الاكسترنال اوبليك كانت قدام الكورد وانا فتحتها عشان اشوف الكورد، وبعد ما اخلص العمليه هقفلها. بس بدل ما هفتحها واقفلها دبل بريستنج، هفتحها واقوم قافلها دبل بريستنج قدام الكورد، هفتحها واقوم قافلها دبل بريستنج قدام الكورد. يعني في 2 دبل بريستنج تحت الكورد، دبل بريستنج للفاشيا ترانسفيرساليس اللي فتحتها وقفلتها، ودبل بريستنج للكونجوينت تندون في الانجوينال ليجامنت اللي انتوا مش فاهمينها، والاثنين دول تحت الكورد. طب قدام الكورد دبل بريستنج للاكسترنال اوبليك، دبل بريستنج للاكسترنال اوبليك. كان شولدايز ريبير ده 3 دبل بريستنج. انا دلوقتي عملت هرنيوتومي ورحت عامل هرنيورافي بطريقه شولدايز، طريقه شولدايز ده ايه؟ 3 دبل بريستنج. انا عملت هرنيوتومي وبعدين عملت هرنيورافي بطريقه شولدايز. طريقة شولدايز ده ايه؟ 3 دبل بريستنج، 2 تحت الكورد وواحد قدام الكورد، اللي قدام الكورد بتاع الاكسترنال اوبليك. جه باسيني بقى، باسيني قال لا الدنيا دي صعبة شوية. أنا هضيق الانترنال رينج بغرزتين كده حوالين الكورد، يعني هضيق الانترنال رينج كده، يعني هاخد فتلة وإبرة وأخيط دي كده ودي كده، فضايق الكورد، هضيق الكورد بغرزتين. في دي أي مشكلة؟ باسيني لما ضايق الانترنال رينج كده بغرزتين فيها مشكلة ولا؟ في مشكلة أنا ضايق الكل بغرزتين؟ مين سرحان؟ مين سرحان؟ أنا ضايقت الانترنال رينج بغرزتين. كانت النتيجة إن الانترنال رينج كأنها اتحركت لاترال، يعني حطها على العيان كده، ده الهيب بون وده الانجوانا ليجامنت وده الانترنال رينج. ف
فانا ضايقتها بغرزتين كده، فكانها اتحركت لاترال شويه، يعني هي كانت هنا يعني مسافتها هنا، فانا لما ضايقتها شويه كانها راحت لاترال، كانها راحت لاترال سنه. في مشكله يا اولاد ان انا لما ضايقتها كاني رحلتها لاترال سنه. جميل. بعد ما ضايقت الانترنال رينج قلت بدل ما اشق الفاشيا ترانسفيرس واخيطها انا هاخد فيها غرز كده كشكشها تبقى بلي سي، هاخد فيها غرز كده كشكشها تبقى بلي سي. بص يا انا لو عندي التيشيرت ده، لو عندي التيشيرت ده واسع كده فانا ممكن اقصه كده واخيطه دبل بريستنج، او اكشكشه كده يبقى بلي سي، يبقى بلي سي كده اكشكشه كده. عارفين حركه البلي سي دي يا ولاد ولا لا؟ عارفين حركه البلي سي؟ في جيبات يا ولاد بلي سي، الجيبات البلي سي دي يا ولاد بتبقى الاول الجيبه كبيره كده، جيبه كبيره، فلما نعملها بلي سي تلم، فلما نعملها بلي سي تلم، فاهمين يا ولاد؟ ويبان القماش وكانه تخن، لما اتعمل بلي سي كده يبان القماش وكانه تخن. ولو حد فيكم عنده مشكله في الجيبات البلي سي، الستاير يا ولاد، الستاره لما بنلمها كده بنعملها بلايكيشن بتبقى بلي سي، بلي سي بلي سي، كاني لميت الستاره كده. فانا ايه قعدت اخد غرز كده عشان اعمل لها بلايكيشن، اقلبها بلي سي، اقلبها بلي سي بدل ما افتح يا موديل، موديل بدل ما اشقها واخيطها دبل بريستنج لا هكشكشها فاقلبها بلي سي. يعني ده ضيق الانترنال رينج وكشكش الفاشيا، التاني فتح الفاشيا، فتح الفاشيا كده وخيطها دبل بريستنج، فضيق الكول وشدها، وضيق الكول وشدها، شدها وخلاها طبقتين، يعني شدها وخلاها طبقتين، شولدايز شد الفاشيا وخلاها طبقتين، انما باسيني كشكش الفاشيا كده، كشكش الفاشيا كده وعمل لها بليسي. حركه البليسي وحركه تضييق الانترنال رينج، الحركتين دول فيهم مشكله؟ مالكش دعوه لو كنت متضايق، فاهم انا عملت ايه؟ يعني انا ضايقت الانترنال رينج وكشكشت الفشل. وبعدين هقوم اخيط الكونجوين تندون في الانجوانا ليجامنت صف واحد، من صفين هخيطه صف واحد كده بس. باسيني سهل قوي، باسيني سهل قوي، يعني نضايق الانترنال رينج غرزتين كده كاني رحلتها لاترا وكشكش الفاشيه شويه، واقوم خاطر الانجوانا ليجامنت في الكونجوين تندون صف واحد، من صفين صف واحد. وبعدين هقفل الاكسترنال اوبليك قدام الكور، وبعدين هقفل الاكسترنال اوبليك قدام الكور. يعني اعملها بليسيه يا خالد، اكشكشها يعني اعملها بليسيه، يعني عارف انت الستاره لما نفردها كده وبعدين نقوم زقين الستاره كده، نزق الستاره كده، فلما ازق الستاره كده واحط عليها فلانشه كده، احط عليها فلانشه وادي الشراشير بتاعت الستاره، الستاره دي بتبقى بليسيه، بتبقى بليسيه، تقصر تقصر وتكشكش كده. يعني امسك الفاشيا يا خالد اكشكشها ما نعرضهاش، كشكشها ما تعرضهاش يا خالد، ماشي؟ يعني نعرضها ترفع، نكشكشها تكش وتلم وتتخن، تفتحها كده تعرضها ترفع، تكشكشها تتخن. شفت الراجل اللي قال كشكشها ما تعرضهاش؟ شايف يالا برنس ازاي؟ ده يا ولاد شولدايز وباسيني. وبعدين جه واحد اسمه هولشتيد، هولشتيد ده قال الناس دي بتقعد تخيط الكونجوينت تندون في الانجوينا الليجامنت وبتاع، انا هعمل حاجه سهله قوي، انا هفتح الاكسترنال اوبليك يوم الكورد يتفتح وبعدين اعمل هرنيوتوم، يعني هفتح الكورد واشيل الساك واقفل الكورد، وبعدين هقوم اخيط الاكسترنال اوبليك ورا الكورد مش قدامه، ورا، ومش هخيط لا كونجوين تندون ولا انجوانا ليجامنت ولا فاشيا ولا حاجه، انا هخلي الاكسترنال اوبليك ورا الكورد، فاضيف طبقه جديده ورا الكورد، يعني اضيف. طبعا هو اول بوستيريور وول، اول بوستيريور وول اوف ذا كانال، لان حط الاكسترنال اوبليك على البوستيريور وول، بس طبعا الكورد بقى تحت الجلد، الكورد بقى تحت الجلد، يعني ده لو الوينج بتاع المنتخب وهو كان الوينج مثلا اليمين والوينج الشمال بيرفع له الكوره، بيوقف الكوره على فخده كده في خن وركه ويشوط، على اخر الدوري السبرماتيك كورد هيبقى بطاطا، هيتهري خبط يعني. فالحركه هي سهله، سهله ان انت تفتح الكورد، تفتح الاكسترنال اوبليك وتفتح الكورد وتشيل الساك وتقفل الكورد،
وبعدين تقوم واخد الاكسترنال اوبليك حطيتها ورا الكورد، الاكسترنال اوبليك حطيتها ورا الكورد، فانت قويت البوستيريور وول اوف ذا كناني ولكن خليت الكورد سبكيتينس، فبقى لايبل فور تروما. فالريبير ده الحقيقه ما بيتعملش للناس العواجيز اللي مش عايزين الكورد في حاجه، يعني واحد عجوز مش محتاج الكورد في حاجه، تقوم انت واخد الاكسترنال اوبليك حطيتها له ورا الكورد لانها اسهل. انا اول حاجه عملتها اولاد فتحت انجوانال انسيجن، فتحت سكين وكمبر وسكاربا. بعد ما فتحت سكين وكمبر وسكاربا لقيت الاكسترنال اوبليك ابونيروزيس، ففتحت الاكسترنال اوبليك ابونيروزيس عشان اخش جوه الكنال، فتحت الاكسترنال اوبليك ابونيروزيس عشان اخش جوه الكنال. فلما دخلت جوه الكنال لقيت السبرماتيك كورد والايليونجوانال نيرف، فرحت فاصل الايليونجوانال نيرف لوحده، وبعدين هعمل خطوه اسمها هرنيوتومي. انا عارف ان الساك بتاعه الاوبليك انجوانال هرنيا جوه الكورد، فانا سلكت الكورد، فتحت الكورد، فتحت الكريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا، فبقى جوه الكورد، فمكونات الكورد كلها اتفتحت قدامي وبدرت. نقيت منهم الساك، عرفت الساك ازاي بيضاء وكانها اللؤلؤ، فانا غطست في الكورد ونقيت اللؤلؤ، وبعدين سلكت الساك لغايه النك. عرفت النك ازاي؟ ثلاث حاجات، الانفيريو جاستريك ارتري والاكسترا بروتونيال فات واضيق حته في الساك. لما سلكت الساك لغايه النك رحت فاتح الساك عند الفندس، لان الفندس دي اوسع حته في الساك، وبعدين رجعت الكونتنت الانتستين او الاومنتم اللي جوه الساك، وبعدين حزمت الساك على واحدة ونص، حزمت النك اوف ذا ساك، حزمت النك اوف ذا ساك على واحدة ونص، وبعدين قصيت. بعد ما قصيت الساك من عند النك رحت قافل الكورد. انا كده عملت حاجه اسمها هرنيوتومي، خلاص الساك اللي جوه الكورد شلتها. بعد ما عملت هرنيوتومي هنقل على الخطوه اللي بعدها اللي هي هرنيورافي. الهرنيورافي ده هعمله ازاي؟ في طريقه شولدايز وباسيني وهوليشتيد. شولدايز وباسيني وهوليشتيد. شولدايز الموديل بتاعه صفين، شولدايز الموديل بتاعه صفين، باسيني الموديل بتاعه صف واحد. يعني لو شفت انت جاكيتة مقفولة صفين تبقى الجاكيتة دي موديل شولدايز، لكن لو شفت جاكيتة مقفولة صف واحد تبقى الجاكيتة دي موديل باسيني. موديل باسيني ترزية يا أولاد، ترزية، كل واحد دي موديل. والهرنيورافي يا أولاد بيتعمل بعد الهرنيوتومي، يعني بعد ما أعمل هرنيوتومي أعمل هرنيورافي. شولدايز عمل يا أولاد؟ شولدايز فتح الفاشيا ترانزفيرساليس كلها، وبعد ما فتح الفاشيا ترانزفيرساليس كلها، شايفين كلها فتحها بقى كلها خلاص، راح مخيطها دبل بريستنج. بعد ما خيط الصف الاولاني اهو، لا لم بقى الضرفه، لم الضرفه كده، وراح واخد الصف الثاني. والدبل بريستنج ده تحت الكورد، والكورد ما بيتعورش مننا. الدبل بريستنج ده تحت الكورد، والكورد ما بيتعورش. انا كده شديت الفاشيا ترانزفيرساليس، فخليت الحته بتاعت الفاشيا ترانزفيرساليس دي ناشفه ناشفه، وفي نفس الوقت بقت طبقتين، فبقت تخينه ناشفه وتخينه، كان الانسجه تخنت، كان الانسجه تخنت، بقت ملمومه مشدوده وتخينه. وبعدين رحت مغطي الفاشيا ترانزفيرساليس بطبقه كمان، يعني بعد ما خيطت الفاشيا ترانزفيرساليس صفين رحت مغطي الفاشيا ترانزفيرساليس بطبقه ثانيه، لميت الكونجوينت تندون على الانجوينال ليجامنت ورحت مخيطه صفين عشان اغطي الفاشيا ترانزفيرساليس كمان بالتندون، بالكونجوينت تندون والانجوينال ليجامنت. لما خيطت الكونجوينت تندون والانجوينال ليجامنت، خيطت الكونجوينت تندون والانجوينال ليجامنت صفين هما كمان، خيطتها صفين. ودي الحته اللي انتم مش فاهمينها، وانا فاهم ان انتم مش متخيلين، مش متخيل، انا فاهم، انا فاهم، فاهمين انا. وبعدين رجعنا الكورد تاني، يعني الاثنين دول تحت الكورد، الصفين دول تحت الكورد، وبعدين رجعت الكورد مكانه ورحت مخيط الاكسترنال اوبليك ابونيروزيس قدام الكورد دبل بريستنج، فاصبح شولدايز ريبير ثلاثه دبل بريستنج، دبل بريستنج للفاشيا ترانزفيرساليس، ودبل بريستنج للكونجوينت تندون في الانجوينال ليجامنت، ودبل بريستنج للاكسترنال اوبليك. بس في اثنين دبل بريستنج تحت الكورد، ودبل بريستنج الثالث بتاع الاكسترنال اوبليك قدام الكور. جه باسيني عمل ريبير اسهل، باسيني جه عمل ريبير اسهل، راح مضيق الانترنال رينج بكام غرزه من على الميديال سايد، ضيق الانترنال رينج بكام غرزه من على الميديال سايد، وكانه بيرحل الانترنال رينج لاترال.
ليه هو عايز يرحلها لاترال؟ يعني ليه ما ضايقهاش من على اللاترال سايد؟ لو كان ضايقها من على اللاترال سايد، لو كان ضايق الانترنال رينج من على اللاترال سايد كان رحلها ميديال. ليه هو عايز يرحلها لاترال؟ يعني ليه عايز يضيق الانترنال رينج من على اللاترال سايد كده من على الميديال سايد يقوم يرحلها لاترال؟ عشان يزود المسافه بين الانترنال رينج والاكسترنال رينج. كون ان الكنال تطول ذيس از انتي هيرنيا، يعني دي واحده من الميكانيزمات اللي بتمنع الهرنيا، ان المسافه بين الانترنال رينج والاكسترنال رينج تطول تطول، كانه بيطول الكنال كانه بيطول الكنال. فهو رحل الانترنال رينج لاترال، عمل لها حاجه اسمها لاترالايزيشن للكورد. لاترالايزيشن للكورد، لو كان ضيقها من على اللاترال سايد كانت الانترنال رينج اتحركت ميديال، وكان المسافه بين الانترنال رينج والاكسترنال رينج تقصر، عشان كده هو ضيقها من على الميديال سايد فرحل الرينج لاترال شويه، فالمسافه بين الانترنال رينج والاكسترنال رينج طولت شويه. ذيس انتي هيرن، ذيس انتي هيرن. وبعد ما ضيق الانترنال رينج كده ولعب بغرزتين، راح مكشكش الفاشيا ترانزفرساليس. كشكش الفاشيا ترانزفرساليس بكم غرزه، غرز عشوائيه كده، غرز عشوائيه بس تلم الفاشيا، كانك نكوشت ملايه السرير، كانك دخلت على ملايه السرير ونكوشتها نكوشتها نكوشتها كده، فلما نكوشتها ملايه السرير تخنت تخنت كده، بقت مكشكشه مكشكشه كده وتخنت، فاهمين يا رد؟ وبعدين راح مخيط الكونجوين تندون في الانجواينال ليجامنت صف واحد، اللي هو الخطوه اللي انتم مش مبسوطين منها، ان هو بس بدل ما كانش الدايز خيطها صفين وانت مش مبسوط، فهو دلوقتي خيط الكونجوين تندون في الانجوينال ليجامنت صف واحد وانت برضو مش مبسوط، فاهمين يا رد؟ وبعدين رجع الاستمات الكورد وراح مخيط الاكسترنال اوبليك قدام الكورد. الحقيقه انواع ريبير دي، انواع ريبير دي انواع صعبه صعبه. فجي واحد اسمه الاشتد قال لي وجع القلب ده، انا هفتح الاكسترنال اوبليك واعمل هرنيوتومي واقوم واخد الاكسترنال اوبليك مخيطه ورا الكورد. سهله جدا، ميزتها انه اضاف طبقه جديده، اضاف طبقه جديده للبوستيريور اللي هي الاكسترنال اوبليك. عيبها ان خلى الكورد مش متغطي باكسترنال اوبليك، فبقى الكورد تحت الجلد لايبل فور تروما. فجي واحد الماني اسمه ليشتنشتاين، ليشتنشتاين ده لقط بقى ايه الفكره، قال لك قشطه انا هفتح الانجوانا الاكسترنال اوبليك وبعدين هفتح الكورد واشيل الساك واقفل الكورد. يعني انا بتكلم على اوبليك انجوانا الهرنيو، فتحت الكورد وشلت الساك، واضحه؟ وبعدين راح جايب شبكه مش كده، شبكه وراح فاتحها من هنا كده، وراح ايه حطيتها كده تحت الكورد وخيطها فوق في الكونجوينت تندون والارشنج فايبرز، وتحت خيطها في الانجوينال ليجامنت، يعني حطها تحت الكورد وطلع الكورد من هنا، يعني طلع كورد من هنا، طلع السبرمات الكورد كده من هنا، وهو مش عايز الشبكه تقع، فراح مخيطها غرز كده في الارش، خيطها غرز في الارشنج فايبر، يعني انتنا رينج كده، هو حط الشبكه، هو حط الشبكه هنا وخيطها هنا بكم غرزه وخيطها هنا بكم غرزه. يعني بدل ما يجيب باب الدكان، بدل ما يجيب السقف بتاع باب الدكان على الارض يشد الكونجوينت تندون على الانجوينال ليجامنت، ساب الكونجوينت تندون فوق والانجوينال ليجامنت تحت زي ما هما، وراح حاطط بينهم شبكه وراح مخيطها فوق في الكونجوينت تندون وتحت في الانجوينال ليجامنت. يعني بدل ما يشد الباب بتاع الدكان ساب باب الدكان فوق والارض تحت وراح حاطط بيناتهم شبكه. هدفه ايه؟ ان الشبكه دي فورم بادي، الشبكه دي فورم بادي، ات ويل انديوس فايبروزيس، فبعد كام شهر هتبقى تندون، بعد كام شهر الشبكه دي هتبقى تندون لانها فورم بادي اند ات ويل انديوس فايبروزيس. فبدل ما خيط تندون في تندون، بدل ما يخيط التندون اللي فوق في التندون اللي تحت، الاول كان الناس بتعمل كده ولا تندون تحت الانجوانال ليجامنت وتندون فوق الكونجوينت تندون الانجوانال ليجامنت، فكان بيخيط الكونجوينت تندون في الانجوانال ليجامنت، الناس كانت بتخيط الكونجوينت تندون في الانجوانال، بيجيب اللي فوق ده على تحت. دلوقتي هو ساب الانجوانال ليجامنت زي ما هو والكونجوينت تندون زي ما هو وحط بينهم شبكه، وقال ان الشبكه دي فورم بادي ات ويل انديوس فايبروزيس. وبعد ما حط الشبكه وقفلها بغرز فوق وغرز تحت، راح مرجع الكورد مكانه، راح مرجع الكورد مكانه وقفل الايه الاكسترنال اوبليك، يعني رجع الكورد مكانه وراح قفل الاكسترنال اوبليك.
حقيقة ريبير سهل جدا وما فيهوش اي تنشن، يعني بدل ما اشد الانجوينال ليجامنت واجيبه على اشد الكونجوينت تندون واجيبه على الانجوينال ليجامنت الريبير اندر تنشن، يعني البني ادم مشدود كده، لا بقى البني ادم فري، انا ما خيطتش حاجه في حاجه، انا جبت شبكه وحطيتها في الجاب، والشبكه دي ات ويل انديوس فايبروزيس. يا لهوي يا دكتور، هي الشبكه دي هتمنع الهرنيا؟ لا هي مش بتمنع الهرنيا، انا شلت الساك، انا حطيت الشبكه دي عشان تتحول لفايبرس تيشو، يعني تتحول لتندون، فتقوي البوستيري وول اوف ذا كانال، وفي نفس الوقت اقفل على الكورد بالاكسترنال اوبليك، يعني الاكسترنال اوبليك تبقى قدام الكورد. يا دكتور هي الشبكه دي هتعمل فايبروزيس وتبقى زي التندون؟ اه تعمل فايبروزيس تبقى زي التندون، والتندون ده هيبقى مغطي الفاشيا ترانسفيرساليس. ايوه هيبقى مغطي الفاشيا ترانسفيرساليس، يعني التندون اللي هيتعمل الجديد ده هيبقى مغطي الفاشيا ترانسفيرساليس. احلف يا دكتور ده بتعمل فايبروز؟ والله العظيم بتعمل فايبروز. طيب وهو بيخيطه فوق في الكونجوين تندون؟ اه ليه؟ عشان الكونجوين تندون هو اللي فوق، هو بيخيطه فوق في الكونجوين تندون والارشنج فايبرز، وبيخيطه تحت في الانجوانيا ليجامنت. اه ليه؟ عشان الانجوانيا ليجامنت هو تحت، لو كان فوق شبرا وتحت مثلا المانيال كان خيط فوق في شبرا وخيط تحت في المانيال عشان يغطي منطقه القاهره، هو جه على الحته الضعيفه وحط شبكه وخيطها فوق في الارشنج فايبر الروف وخيطها تحت في الانجوانال ليجمنت. طب هو مش مضطر يضيق الانترنال رينج؟ ويضيقها ليه؟ ما هو الكورد معدي جوه الشبكه، يعني انا فاتح في الشبكه للكورد، فهي هتعمل فايبروزس طبيعي حواليها، وده ريبير ما فيهوش اي تنشن، ما فيهوش اي تنشن لان ما خيطتش حاجه بالعافيه، فما فيهوش اي تنشن، تستنشن فري، تنشن فري. وده مستو ايه؟ لما بتخيط الحاجه بتنشن كده ممكن تفتق، لما تخيط الحاجه بتنشن كده، يعني لو خيطت واحده ولاد كده ممكن هيبقى طالع من العمليات ملبوح كده، يقول لك انا هتفرد امتى؟ هقول لك انا هتفرد امتى؟ ما انت مخيطه يعني كده، فلو ممكن يفتق، لكن دي مش هتفتق، دي تنشن فري. طب دي اسمها ايه؟ اسمها هرني بلاستي. دي اسمها ايه؟ اسمها هرني بلاستي. بصراحه هي دي اللي بتتعمل دلوقتي، حاسس بيعمل هرنيوغرافي. الناس لما بتعمل دلوقتي بتعمل هرني بلاستي. اشمعنى؟ سهل وسريع والريكرنس ريت بتاعه اقل من الهرنيوغرافي. الريكرنس ريت بتاعه اقل من الهرنيو، وانت كده كده يا دكتور بتعمل هرنيوتومي، كده كده بعمل هرنيوتومي، لازم اعمل هرنيوتومي. وبعد ما اعمل هرنيوتومي بعمل يا هرنيوغرافي يا هرنيو بلاستي، يا هرنيوغرافي يا هرنيو بلاستي. طب لو دايركت هرنيا؟ الدايركت هرنيا الساك مش جوه الكورد. دايركت هيرنيا الساك ورا الكورد طالع من البوستيريور وول اوف ذا كانال. طيب لو دايركت هيرنيا هتعمل ايه؟ مش هنفتح الساك، هبقى عامل بيرس سترينج. مفيش كيس ده لاج، انا ممكن اعمله كيس دنانير زي كيس الجبل، اخد فيه غرز 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 كده كشكشه وبعدين اشد الفتله زي كيس الدنانير او كيس الجبل. فكر كيس الدنانير او كيس الجبل ده ولاد اسمه بيرس سترينج، كيس الدنانير او كيس الابر ده اسمه بيرس سترينج. انا حاجة على الهرنيا الفات واعمل فيها بيرس سترينج من تحت واقوم ازقها كده تبقى انفاجينيتد، وبعدين اشد البيرس اقفل عليها. يا لهوي يا دكتور مش فاهم، معلش 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 ايه ده؟ هعمل بيرس سترينج، هعمل بيرس سترينج تحت دايرين داير، مش هشده، مش هشده، هسيبه مفتوح زي كيس الدنانير او كيس الدبل بس اوكي. وبعدين اقوم زائق الساك جوه، هزق الساك جوه واقوم شادد البيرس. بصوا انا عملت بيرس سترينج في الساك، وبعدين بصباعي زقيت الساك جوه ورحت شادد البيرس، فانا ما عملتش هرنيوتومي، انا دفنت الساك. انا ما عملتش هرنيوتومي، انا دفنت الساك. يعني انا في الدايركت هرنيا ما بعملش هرنيوتومي، لا امال بتعمل ايه؟ انفاجينيشن للساك واقفل عليها بيرس سترينج. هي الغرز دي يا دكتور اسمها ايه؟ الغرز دي اسمها بيرس سترينج، الغرز دي اسمها بيرس. يعني لو الساك كده فانا هعمل بيرس سترينج كده في الفاشيا ترانسفيرساليس، وبعدين ازق الساك بصباعي كده، وبعد ما ازق الساك بصباعي، ده صباعك ده صباعك وده الضفر، هقوم شادد البرس فاعمل لها انفاجينيشن. بعد ما اعمل لها انفاجينيشن
هحط الشبكه، يعني بعد ما اعمل انفاجينيشن للساك هحط الشبكه. يعني انا في الاوبليكنج وانا الهرنيا بعمل هرنيوتومي وهرنيوبلاستي، ايوه. انما في الدايركت هرنيا بعمل انفاجينيشن للساك وهرنيوبلاستي، ايوه. يعني في الاوبليكنج وانا الهرنيا بنعمل هرنيوتومي وهرنيوبلاستي، ايوه. لكن في الدايركت هرنيا بنعمل انفاجينيشن للساك وهرنيوبلاستي، ايوه ايوه تمام. هرنيوبلاستي بروتكت اجينست اوبليكنج وانا الهرنيا، هو مش بيبروتكت، هو بيقوي الانجوينال كانال، بيخلي الانجوينال كانال اضعف. يعني هي الهرنيا حصلت نتيجه ضعف في الانجوينال كانال، فانا لما بعمل كده تندونز وفايبروزيس بقوي الكنال، يقوم الانترنال رينج ما توسعش، يقوم الانترنال رينج ما توسعش والهرنيا ما تحصلش. بخفصه جوه، تمام تمام يا سلمى، بفخصه جوه وفطسه بالشبكه. الله الله، حته الدين حته الدين شرح، يمكن هو ده الشرح اللي ايه اللي ينفع. ايوه يا اولاد، انا بفخس الساق جوه وفطسه بالشبكه، بفخس الساق جوه وفطسه بالشبكه، ده شرح جميل يا سلام، ما شاء الله. والله هو ده فعلا. بعد فحص، بعد شرح سلمى للموضوع اعتقد ان هو بقى واضح دلوقتي. لا مش عليك مجبي، اللي عليك اللي انا بقوله لك بس، مجبي مش عليك. واي بيرس سترينج واي كانوت انفاجينيتي، تقول لي عشان انت لو عملت لها انفاجينيشن وسبتيها هتطلع، تعملها انفاجينيشن وتسيبيها هتطلع، اعملها انفاجينيشن وتسيبها تطلع. فبعملها انفاجينيشن واقفل عليها بالبرس واقوم مفطصها بالشبكه، والا لو انت عملت لها انفاجينيشن بس بايدك كده وسبتيها هتطلع تاني، تقومي دايس عليها تاني وتسيبيها تقوم تطلع تاني لغايه ما زمايلك يكبروا ياخدوا الدكتوراه وانت بتحاولي تزقيها وهي تطلع تاني. مفيش تنر ريليس مش عليك يا امير. هو ليه في الاندايركت انجوينال هرنيا بنعمل مش في البوستيريور وول؟ عشان هو سبب الهرنيا ضعف في البوستيريور وول، فالضعف ده ادى الى تكوين فتق. يعني كده ده الفاشيا ترانزفيرساليس ودي الانترنال رينج. وبعدين ايه ده البريتون، وبعدين كان في فيستيج هنا كده وتستيكلر ارتري وتستيكلر فين وحاجات كتير، فاهمني؟ وبعدين الفاشيا ترانسفيرساليس ضعفت فالانترنال رينج وسعت، فلما الانترنال رينج وسعت ادي الفيستيج كشفت البريتون، فمع الحزق واعباء الحياه خرج الساك جنب الايه؟ جنب الاستراكشر، خرجت اندر كفر اوف انترنال سفيماتيك فاشيا، ما الانترنال سفيماتيك فاشيا جاي من حوالين الانترنال رينج، بس هو لما الفاشيا ترانسفيرساليس ضعفت الانترنال رينج وسعت، فلما الانترنال رينج وسعت كشفت البريتون مع الحزق واعباء الحياه الساك طلعت بالشن بالشن بالقوه طلعت الساك، فاهمين؟ فانا عايز ايه؟ عايز اضيق الانترنال رينج وكشكش الفاشيا ترانزفيرساليس جامد كده او اشدها واقوم مضايق الانترنال رينج او احط عليها شبكه، فلما احط عليها شبكه تهيب بفايبروزيس، يوم الفاشيا ترانزفيرساليس توسع والانترنال رينج تجمد والانترنال رينج ما توسعش، لان هو سبب الفتق ان الفاشيا ترانزفيرساليس ضعفت والانترنال رينج وسعت. فهمت يا نورا؟ هنشغل الفيلم بتاع تصليح الفتق، يا رب يكبر لكم حاجات. يعني العيان نايم سوباين بوزيشن، وبعدين هنفتح انجوينال انسيجن 3 سنتي اباف الانجوينال ليجامنت، هنفتح سكين وسبكتينس تيشو اللي هو كامبر وسكاربا، هلاقي 3 بيسل سوبرفيشال اكسترنال بيدندل وسوبرفيشال بيجاستريك وسوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك، فهربطهم واقصهم، بعدين هحط بقى الريتراكتور، هلاقي الاكسترنال اوبليك ابونيروزيس، هقوم جايب المقص، ممكن افتح فتحه صغيره كده في الاكسترنال رينج بالمشرط، وبعدين بالمقص اقوم فاتح الاكسترنال اوبليك من الاكسترنال رينج للانترنال رينج واكتر شويه، وبعدين هلاقي الارشنج فايبر والكونجوينت تندون والسبرماتيك كورد، شايفين الاليونجوينال نيرف؟ شايفين السبرماتيك كورد تخين ازاي عشان جوه الساك؟ السبرماتيك كورد تخين كده مبقلص عشان جوه الساك بتاعت الاوبليكينجوينال نيرف، شايفين الاليونجوينال نيرف ماشي على كريماستريك مصر، هبعد الاليونجوينال نيرف عني عشان ما يتعورش، عشان ما اعملش انستيزيا على الميديال سايد اوف ذا سكروتم، وبعدين هسلك السبرماتيك كورد واطلعه كده. شايفين الارشنج فايبر
دي واحدة. شايفين الارشنج فايبر بالكونجوين تندون؟ شايفين على ادي الارشنج فايبر والكونجوين تندون جاي ورا الكورد اهو، كونجوين تندون ورا الكورد. هو دي القلم ما بيكتبش ليه؟ مش عارف، يمكن ما بيكتبش على الفيلم. يعني ده الارشنج فايبر والكونجوين تندون. الكونجوين تندون لحم في الفاشيا ترانزفيرساليس. كونجوين تندون شايفين جزء فاشيا ترانزفيرساليس وجزء كونجوين تندون، جزء فاشيا ترانزفيرساليس وجزء كونجوين تندون. شايفين حته الارش دي اول ما رفع الكورد بان الارش بالكونجوين تندون. الارش لونه احمر والكونجوين تندون لونه ابيض. الارش لونه احمر والكونجوين تندون لونه ابيض. وبعدين الكونجوين تندون ورا الكورد، ورا الكورد في البوستيرير وول اوف ذا كانال، الحته الحته اللي جنب اللي تحت الارش دي وجنب الكونجوين تندون دي الفاشيا ترانزفيرسالس، الفاشيا ترانزفيرسالس. فهو هيفتح الكورد دلوقتي، هيفتح الكليماستر ماسل انترنال سبرماتيك فاشيا. لا هو ما بيكتبش على الفيلم، بيكتب على الباوربوينت، ما بقدرش اكتب على الفيلم. وبعدين هنطلع الساك لونها بيرلي وايتش ان كلر، بيضاء وكانها اللؤلؤ. وبعدين هسلك الساك لغايه النك، بعرف النك من فيلو بيجاستريك ارتر اكسترا بيرتونيال فات وادي حته في الساك. وبعدين هفتح الساك من عند الفندس، وبعدين هدوس على الكونتنتس ارجعها، وبعدين هعمل ترانس فيكسيشن للساك واقصها. ابقى انا عملت خطوه اسمها هرنيوتومي، وبعدين هقفل الكورد. انا دلوقتي عملت خطوه اسمها هرنيوتومي، فانا هعمل بعد كده هرنيورافي. هرنيورافي هبدا اعمل هرنيورافي بشولدايز ريبير. هنعمل ايه بقى في شولدايز ريبير يا اولاد؟ هنفتح الفاشيا ترانزفيرسالس. شايفين الفاشيا ترانزفيرسالس انا فتحتها ازاي؟ وبعدين هزودها كده لغايه الانترنال رينج، وبعدين اقوم خيطها دبل بريستنج. ادي اول صف، وبعدين انزل الضرفه واخد الصف الثاني، وبعدين هخيط الكونجوين تندون في الانجوينال ليجامنت دبل بريستنج. ادي اول صف، وبعدين هنزل الضرفه واقوم واخد الصف الثاني، وبعدين هرجع الكورد، وبعدين الانجوينال نير، وبعدين هقفل الاكسترنال اوبليك ابنيروزز دبل بريستنج. ادي اول صف، وبعدين هنزل الضرفه واقوم واخد الصف الثاني، وبعدين هخيط بقى ايه الجلد بعد كده. وبعدين هنعمل دلوقتي باسيني ريفير. شوف لما ارفع الكورد يبان الانترنال رينج واسعه، فانا هضيقها من على الميديال سايد عشان اعمل زي لاترالايزيشن للكورد. وبعدين ممكن اكشكش الفاشيا كده، اخد فيها كام غرزه كده بي دي سي، اقلبها بي دي سي. وبعدين هخيط الكونجوين تندون في الانجوينال ليجامنت صف واحد، وبعدين هرجع الكورد والانجوينال نير، وبعدين هقفل الاكسترنال اوبليك صف واحد، وبعدين هقفل الجلد. مثال يا ولاد، هي دي اصعب حاجات في الهرنيا. يعني اعتقد ان الهرنيا كده سينيري هير، رفع الكورد وضيق الانترنال رينج بغرزتين من على اللاترال سايد، فعمل لاترالايزيشن للكورد، وبعدين عمل بلايكيشن للفاشيا ترانسفيرساليس، وبعدين خيط الكونجوين تندون في الانجوينال ليجامنت ورجع الكورد مكانه، وبعدين راح مخيط الاكسترنال ابنيوروزيس. عايزكم تاخدوا بالكم بقى من هنا. هو دلوقتي انا عندي، هو في كل مره بيخيط الكونجوين تندون في الانجوينال ليجامنت. انا هسيب الكونجوين تندون زي ما هو والانجوينال ليجامنت زي ما هو، واحط الشبكه بيناتهم، احط الشبكه بيناتهم بين الكونجوين تندون والارشنج فايبر وبين الانجوينال ليجامنت. الكونجوين تندون والارشنج فايبر فوق، والانجوينال ليجامنت تحت. وبعدين اخد كام غرزه كده في الشبكه من فوق وكام غرزه في الشبكه من تحت ورا الكورد. ممكن نخيط سكاربا لوحدها ونخيط الجلد لوحده، وممكن نخيط كله مره واحده. اما خالد بقى عمال يقول لي فيسل، ما نخيط الفيسل. انا مش عارف فيسل ايه،
اللي هو التلاتة فيسل اللي احنا قطعناهم في الجلد دول ال امبورتنت فيسل، لو شفتهم بقطعهم، لو لقيتهم في اي وقت بقطعهم. اوكي، بالتالي كده يا ولاد يبقى عمليات الهرنيا يعني اوكي تمام. طبعا انتوا ما عندكوش فكره يا ولاد يعني الحتت بتاعت الهرنيا دي صعبه جدا، يعني اول ما بتخلص بتبدا الهرنيا خلاص بقى ما فيهاش غير حته صغيره في الباثولوجي بتاع الاوبليكينج وين الهرنيا وخلاص فيها الهرنيا بقى كلها كلام فاضي ان شاء الله يعني. هو مشكله الفيديوهات دي منها مش على النت، والحاجات السري دي بتتحسب بالثانيه يا عبد الرحمن، يعني الافلام دي والله اتكلفت كتير جدا يعني. يعني افلام العظم دي متكلفه عليا ايامها 40,000 جنيه، وافلام المسالك دي متكلفه عليا والله اكتر من 60,000 جنيه، والافلام دي نفس الحكايه والله كتير جدا، بس انا بدفع ما بتكلمش مش عشان حاجه، لانها بتفرق معايا جامد جدا في الاورينتيشن بتاعك. يعني انت دلوقتي معايا اقدر اما انا اتكلم انت تفهم انا عايز ايه، بس بدون ما انا ابقى بتكلم في وادي وانت بتتكلم في وادي، فاهماني؟ احنا الاثنين دلوقتي بنتكلم زي بعض، فاهمين بعض كويس. وصلت بالنسبه ما انا عارف يا عبد الرحمن بيحسبوها بالثانيه، بيحسبوها بالثانيه. ما انا نفسي اعمل الجراحه كلها، نفسي اعمل الجراحه كلها 3 دي والله يا عبد الرحمن. يعني لو انا مؤسسه كبيره زي الكليه كده انا ممكن احول الجراحه كلها 3 دي، بس هو المشكله انا يعني انا برضو فرد مش مؤسسه، فاهمين؟ يعني انا لو ادوني مثلا 10 مليون جنيه ولا حاجه انا اغير تعليم الجراحه خالص، اديني 10 مليون جنيه وانقلب تعليم الجراحه، فاهماني؟ وهي مش كتير، 10 مليون جنيه في وسط المؤسسات وكده حاجه مش كبيره يعني. بس هو يعني ما فيش حد برضو عشان تبقوا عارفين، ما حدش، انتوا اخر برايورتي عند اي حد. احنا نرجع لكلامنا يا ولاد. هنتكلم على الانجواينا الهرنيا. هبدا يا اولاد الباب بالانجواينا الهرنيا. ادي عبد الرحمن، مش هي دي المشكله الوحيده. هبدا الباب بالانجواينا الهرنيا والفيمورال هرنيا قبل ما يتنسي الاناتومي بتاعهم، وبعدين اكمل بقيه الباب. طبعا لو انتم فاكرين كان في بقى الرسمه دي احنا خدناها اللي هي السكين والكمبر والسكاربا والاكسترنال بليك والانترنال بليك تونس ابدومنس والفاشيا ترانزفيرساليس والاكسترا بريتونيال فات والبرايتال بريتونيوم. دي كانت الليرز، يعني يهمني ان انا اكد على الليرز، مثلا الفاشيا ترانزفيرساليس والاكسترا بريتونيال فات والبريتون. فاشيا ترانزفيرساليس تحتها اكسترا بريتونيال فات وبعدين بريتون، وبعدين هي دي مكان الانجوينا الكنال، يعني هي دي مكان الانجوينا الكنال من الانترنال رينج للاكسترنال رينج، والكورد بيبقى ماشي فيها كده. الكورد بيعمل انترنال رينج، الكورد بيعمل انترنال رينج في الفاشيا ترانزفيرسالس، بيعمل انترنال رينج في الفاشيا ترانزفيرسالس ويعدي من تحت الارش بتاع الترانزفيرس ابدومينس والانترنال اوبليك. يعني دي يا اولاد هنا ارش، دي ارش، يعدي من تحت الارش بتاع الانترنال بليك تبص الدمس، وبعدين يطلع من الاكسترنال رينج. خلي بالكم ان الاسود اللي جوه ده كونجوينت تندون، الاسود اللي جوه ده كونجوينت تندون، كونجوينت تندون ورا الاكسترنال رينج، كونجوينت تندون اولاد ورا الاكسترنال رينج. ما هو الباقي مش عليك يا امين، هو كتاب الاوبراتيف ده معمول اي حد يذاكر منه، يعني بتوع عين شمس ليهم فيه عمليات، وانتوا عليكم عمليات، وبتوع المنوفيه عليهم عمليات، فهو ده كتاب اوبراتيف، لكن انت عليك منها عمليات معينه، يعني عليكم العمليات اللي عليكم ان ديتيل هي الثايرويدكتومي والماستكتومي والانجوينال هرنيا والابدومينال انسيجن والكوليسيستكتومي والابندكتومي. لا، العمليات بتاعت الفيمورال هرنيا مش عليك. ما طب انا اعمل ايه يا امين؟ ما انت مش بتفهم، يعني انا عمال اقول لك مش عليك الديتيلز بتاعتها، وبقول لك اهو العمليات اللي عليك، العمليات اللي عليك ان ديتيلز، الباقي مش عليك ان ديتيلز، عليك فكرتها بس، عليك فكرتها اللي احنا هناخدها في النظر، لكن مش عليك ان ديتيل، والله والله ما عليك ان ديتيل، فاهمني؟ فانت عليك عمليات معينه، ممكن ما حدش ليه دعوه، ممكن ما حدش يعني اما اديك حاجه ذاكرها بس خلاص، ما حدش ليه دعوه، انت مالك؟ اما اديك حاجه ذاكرها.
بص يا لاند، دي بالنسبة للأناتوم بتاع بليكنج وانر هرنيا. دي أول صورة برضو باين فيها الانتستين جوه الكورد، جوه السبرماتيك كورد، وماشية جوه السبرماتيك كورد ونازلة للسكروتم. حمادة، أحمد، واخد بالك من الانتستين اللي ماشية جوه السبرماتيك كورد ونازلة للسكروتم؟ ولسه أنا جايب لك صورة تانية أحلى كمان. التستس وهي نازله بتبقى الهرنيا، وهي نازله بتبقى نازله جوه السبرماتيك كورد. دي الفيستيج، دي الفيستيج، هي بتبقى نازله هنا جنب الفيستيج، الهرنيا نازله هنا، فعليها كل الكفرنج بتاع الكورد، عليها جوه كل الكفرنج بتاع الكورد، يعني عليها السكين مثلا. ده السكين بتاع السكروت، دي الدارتوس ماسل مثلا. الدارتوس ماسل دي العضلات اللي بتبقى مكشكشه السكروت، اللي جايه من الاكسترنال اوبليك دي، اللي جايه من الاكسترنال اوبليك دي اسمها اكسترنال سبرماتيك فاش، واللي جايه من الانترنال اوبليك دي كريماستريك ماسل. يعني شوف هي كل واحده جايه منين، اللي جايه من الاكسترنال اوبليك اسمها اكسترنال سبرماتيك فاش، واللي جايه من الانترنال اوبليك اسمها كريماستريك ماسل، واللي جايه من الفاشيا ترانسفيرساليس اسمها انترنال سبرماتيك فاشيا. فهي دي كفرنج اوف ذا كورد، هي دي برضو الكفرنج بتاع الكورد، وهي هي الكفرنج بتاع الاوبليكنج وانا الهرنيا زي ما هتشوف بعد شويه. الرسمه دي مش غريبه عليكم، انا كنت شرحتها، والدايركت هرنيا هتطلع من الترانجل اوف هاسل باغ، فاهمين يا ولاد؟ وان هنا في ليجامنت اسمه اوبليتريتد ميديال امبلايكال ليجامنت، وان ده اللاترال بارت اللي بيطلع منه الهرنيا عاده، وده الميديال بارت. الميديال بارت ده متغطي بالكونجوينت تندون. النقط دي بتمثل مكان السوبرفيشال رينج، النقط دي بتمثل مكان السوبرفيشال رينج، يعني السوبرفيشال انجوانا رينج قدام الميديال بارت بتاع الترانجل اوف هاسل باغ. السوبرفيشال انجوانا رينج اللي في الاكسترنال اوبليك قدام الميديال بارت بتاع الترانجل اوف هاسل باغ، ولذلك لما الكونجوينت تندون بيتشل الفتق بيخرج من الاكسترنال رينج. لما الكونجوينت تندون بيتشل الفتق بيخرج من الاكسترنال رينج. يمكن دي الحته اللي انا عملت عشانها الفيديو، يعني دي واحده من الاسباب اللي انا عملت عشانها الفيديو، ان انت تاخد بالك ان الترانجل اوف هاسل باغ لاترال بارت وميديال بارت. اللاترال بارت ده قدامه اكسترنال اوبليك اب نيوروزيس كامل، ولذلك الدايركت هيرنيا ما بتنزلش السكروتا، لكن الميديال بارت، الميديال بارت اللي هو متغطي بكونجوينت تندون، الميديال بارت اللي هو متغطي بكونجوينت تندون، متغطي بكونجوينت تندون كده قدامه الاكسترنال اوبليك اب نيوروزيس، ولذلك الفت عمره ما هيطلع من هنا الا لو كونجوينت تندون اتشل. ولو كونجوينت تندون اتشل وبقى لوز قوي، لوز قوي، ممكن الفت يطلع ويقوم معدي من الاكسترنال رينج، يطلع وهنا يقوم يعدي من الاكسترنال رينج. في حته بقى ايه زياده كده، هو ايه اللي بيحمينا نورمال، نورمال كبني ادمين؟ ايه اللي بيحمينا من الفت؟ الاوبليكيتي بتاعت الكنال، ان الانترنال رينج قدامها، قدامها اكسترنال اوبليك اب نيوروزيس سليم، وان الاكسترنال رينج وراها كونجوينت تندون، وكان الاكسترنال رينج حاميها كونجوينت تندون، والانترنال رينج حاميها الاكسترنال اوبليك اب نيوروزيس. والاوبليكيتي بتاعت الكنال دي از فيري امبورتنت، والاوبليكيتي بتاعت الكنال از فيري امبورتنت. ولذلك باسيني لما جه يصلح الفت، لما جه يصلح الفت خيط الانترنال رينج من على الميديال سايد وكانه عايز يرحلها لاترال عشان يزود المسافه بين الانترنال رينج والاكسترنال رينج، فيزود الاوبليكيتي اوف ذا كانال. This is one of the protective mechanism. متهيألي يا ولاد بعد شرح الاناتومي والاوبراتيف السطر ده مفهوم، بعد شرح الاناتومي والاوبراتيف السطر ده دلوقتي مفهوم، ان احنا لما بنزود الاوبليكيتي بتاعت الكنال This is anti hernia. تعال نشوف حاجات تانية. الانترنال رينج reinforced by condensation of fascia transversalis، يعني المفروض ان الفاشيا ترانسفيرساليس هنا دنس شويه، يعني فاشيا ترانسفيرساليس حوالين الانترنال رينج هنا دنس شويه. And by the fleshy fiber of internal oblique، يعني الانترنال الارش كده، الارش كده مغطي جزء من الانترنال رينج. فاكرين يا ولاد في الفيلم ال 3 دي لما رفع الكورد بان الانترنال رينج، لكن والكورد نازل كده والكورد نازل كده كان الارشنج فايبر بتاع الانترنال اوبليك مغطي الانترنال رينج، ما كنتوش شايفينه حلو، لكن لما رفع الكورد كده الانترنال رينج بانت احسن، الانترنال رينج بانت احسن.
لما رفع الكورد الانترنال رينج بانت احسن. ولذلك في ميزه في ان الانترنال رينج دي الانجوانال ليجمنت، في ميزه في ان الانترنال رينج عليها كوندنسيشن اوف فاشيا، وان الارشنج فايبرز بتاعت الانترنال اوبليك بتغطي جزء من الانترنال رينج. الارش بتاع الانترنال اوبليك بيغطي جزء من الانترنال رينج. النقطه الثانيه دي يا اولاد واضحه؟ ان الانترنال رينج عليها جزء من الفاشيا ترانسفيرساليس دنس، وان الارشنج فايبر بتاع الانترنال اوبليك مغطي جزء من الانترنال رينج. النقطه الثانيه واضحه يا اولاد؟ محدش بيرد عليا فهشرحها اعمق شويه. دي الانترنال رينج وده الانفيريور بيجاستريك ارتري. الانفيريور بيجاستريك ارتري بيبقى عليه كوندنسيشن اوف فاشيا كده اسمها امبلايكال فولد. كان عندنا ميديان امبلايكال ليجامنت وميديال امبلايكال ليجامنت وامبلايكال فولد. امبلايكال فولد دي كوندنسيشن اوف فاشيا حوالين الانفيريور بيجاستريك ارتري. الكوندنسيشن اوف فاشيا ده بيحمي الانترنال رينج شويه جنب ان الارش بيغطي جزء من الانترنال رينج. الارش بتاع الانترنال اوبليك مغطي جزء من الانترنال رينج. الاكسترنال سوبرفيشال انجوانال رينج يقصد الاكسترنال رينج السبورتد باي كونجوينت تندون بوستيريور. يعني الاكسترنال رينج دي وراها الكونجوينت تندون، فالكونجوينت تندون بيسبورت الاكسترنال رينج. نيجي الحته بقى ايه انتوا يعني بتبقوا متضايقين منها شويه، شاترنج ميكانيزم. شاترنج ميكانيزم ده ولاد يفهمها اللي هو بيصور. انت عارفين الكاميرا بيبقى فيها حاجه اسمها شاتر. الشاتر ده بينزل على العدسه يفتح ويقفل، يعني يفتح الضوء يعدي من العدسه ويقوم قافل تاني، هي دي اسمها شاتر. فهو بيقول لك ان الارشنج فايبرز معديه فوق الانترنال رينج وحتى مغطيه جزء منها. ده الاورجن، الاورجن ثابت، وده الانسرشن، الانسرشن ثابت. يعني الاورجن جاي من الانجوانال ليجامنت والالياك كريست، والانسرشن اللي هو كونجوينت تندون اللي هو ماسك في البيوبيك بون كده وفي الريكتال شيس. فالاورجن ثابت والانسرشن ثابت، ودي ارش يعني تستس وهي معديه رفعتها كده راحت معديه من تحتها. فكل ما العين يكح يزيد الانترا ابدومينال بريشر كان هيعمل فت، يوم الارش ده نازل مغطي الانترنال رينج مع الكحه كده ولا. فالحركه دي الشطر ده بينفورس الانترنال رينج. الشطر ده مع الكحه بينفورس الانترنال رينج. يا لهوي يا دكتور مش فاهم. بص يا حبيبي، الارش ده مصل ثابته من هنا وثابته من هنا. المصل لما تنقبض تقصر، المصل لما تنقبض تقصر تيجي كده لانها ثابته من هنا وثابته من هنا. انت البايسبس بتاعتك يا حبيبي الفايبرز بتاعتها لما البايسبس تنقبض الفايبرز بتقصر. فالعضلات لما بتنقبض بتقصر، ودي ثابته من هنا وثابته من هنا. ولذلك الارش مع الكحه هينزل، ينزل يغطي ايه؟ يغطي الانترنال رينج. ينزل الارش ده مع الكحه يغطي ايه؟ يغطي الكوندنسيشن اوف فاشيا. دي يا ساره اسمها لاترال امبلايكال فولد. lateral umbilical fold condensation فاشيا اللي على الانفيريور بيجاستريك ارتري اسمه lateral umbilical fold. شاترنج ميكانيزم واضح ولا؟ شاترنج ميكانيزم واضح؟ شاترنج ميكانيزم بيغطي الانترنال رينج. شاترنج ميكانيزم مع الكحه يغطي الانترنال رينج ويرجع يفتح تاني، يغطي الانترنال رينج وبعدين كريماستريك ماسل. لان كريماستريك ماسل دي لما بتكح العين بيكح بتقوم رافع التستس ورفع كورد، فالكورد بيكشكش هنا. بيقولوا ان الكونتراكشن بتاع كريباستريك ماسل ده برضو يعني بيساعد شويه، مش مهم يعني. كونتراكشن اوف ترانزفيرسس ابدومينس ماسل، ركزوا معايا ولا. هو الانترنال رينج دي فاتحه في ايه؟ الانترنال رينج دي خرم في ايه؟ خرم في الفاشيا ترانزفيرسس. مفيش، هي بس فكره ان الكريماستريك ماسل لما بتنقبض بتشد مكونات الكورد، فبتعمل كوندنسيشن قدام الانترنال رينج، يعني بتحط زي ما بتحط بلاك كده قدام الانترنال رينج. مش مهم انا قلت لك طنش. فاتحه في الفاشيا ترانسفيرساليس. طب والفاشيا ترانسفيرساليس اسمها فاشيا ترانسفيرساليس ليه؟ ليه فاشيا ترانسفيرساليس؟ عشان مبطنه ترانسفيرسس ابدومينس. طب اتجاه المسل فايبر بتاع ترانسفيرسس ابدومينس ايه؟ اتجاه المسل فايبر بتاع ترانس ابدومينس ايه؟ ترانسفيرس، تمام. كل ما الترانسفيرس ابدومينس تنقبض
تشد الفاشيا ترانزفيرساليس كده، يقوم الانترنال رينج تتحرك لاترال، كل ما الترانزفيرس ابدومينس تنقبض مع الكحه تشد بيتحرك معاها الفاشيا اللي مبطناها، ما دي البطانه، كل ما الزاكيتا بتتحرك البطانه بتتحرك مع الزاكيتا، فاهمين؟ فالترانزفيرس ابدومينس كل ما تنقبض تشد الفاشيا معاها، تشد الفاشيا معاها بالانترنال رينج، الانترنال رينج تشدها في الاتجاه ده، فكأن مع الكحه الانترنال رينج بتتحرك لاترال شويه كده بسبب الترانزفيرسس ابدومينس الكونتراكشن بتاع الترانزفيرس ابدومينس، يقوم المسافه بين انترنال رينج والاكسترنال رينج تزيد، يعني وكأن الفاشيا الترانزفيرس ابدومينس بتزود الاوبليكيتي اوف ذا كانال مع الكحه، والانترنال اوبليك تنزل تغطي الارش تغطي الانترنال رينج، وكأن الانترنال رينج مع الكحه بتتحرك لاترال والارش يغطيها، يعني الانترنال رينج بتتحرك لاترال والارش يغطيها، مين اللي بيحركها لاترال؟ ترانزفيرسس ابدومينس، ومين بيغطيها؟ الانترنال اوبليك. كونتراكشن اوف ترانزفيرسس ابدومينس ماسل بولز تنس ذا ايدج اوف ذا بولز الفاشيا ترانزفيرساليس والانترنال رينج، الفاشيا ترانزفيرساليس والانترنال رينج، عشان كده الايدج بتاع الانترنال رينج هيتحرك لاترال، الايدج بتاع الانترنال رينج هيتحرك لاترال. معلش الولد الانجليزي بتاعها مش حلو. Contraction of transversus abdominis pulls the internal ring lateral. بلا ايدج بلا بتاع pulls الانترنال رينج lateral. بس كده بالانجليزي سهل. Contraction of transversus abdominis muscle pulls the internal ring lateral. الانترنال رينج فاتحه في الفاشيا ترانزفيرسالز، والفاشيا ترانزفيرسالز دي مبطنه الترانزفيرسس ابدومينس، والترانزفيرسس ابدومينس دي الفايبرز بتاعتها بالعرض، ولذلك لما الترانزفيرسس ابدومينس بتنقبض بتقوم شده الانترنال رينج لاترال، بتشد، هي مش بتقصد تشد الانترنال رينج، هي بتشد الفاشيا معاها، وهي بتتحرك لاترال بتشد الفاشيا بتاعتها معاها اللي فيها الانترنال رينج، يعني هو الترانزفيرس ابدومينس ما تقصدش الانترنال رينج، ترانزفيرس ابدومينس وهي بتتحرك لاترالي مع الكحه بتشد الفاشيا بتاعتها معاها، بتشد الفاشيا بتاعتها معاها، فلما بتشد الفاشيا لاترال بيتشد معاها الانترنال رينج لاترال، ولما الانترنال رينج تتحرك لاترال يقوم المسافه بين الانترنال رينج والاكسترنال رينج تزيد، يقوم الاوبليكيتي بتاعت الكنال تزيد. This is anti hernia. ماشي يا ساره؟ بس الولد انا لما جيت اشرحها شرحتها كده، قلت لكم هو الانترنال رينج فاتحه فين؟ الاجابه فاتحه في الفاشيا ترانزفيرساليس. السؤال اللي بعده على طول، طب والفاشيا ترانزفيرساليس ما فاشيا ترانزفيرساليس ليه؟ عشان مبطنه الترانزفيرسس ابدومينس. تمام. السؤال اللي بعديه على طول، اتجاه المصل فايبر بتاع الترانزفيرس ابدومينس ايه؟ بالعرض. السؤال اللي بعده على طول، يعني الترانزفيرس ابدومينس لو انقبضت هتنقبض كده تروح لاترالي بالعرض، هتمشد الفاشيا معاها، فلما تشد معاها الفاشيا تشد الانترنال رينج معاها. فاهمين الترتيب اللي انا شرحت بيه؟ جميل. الاوبليك انجوينال هيرني، اتمتع يا دي احمد، شاف الانتستين ماشي جوه الكورد ازاي؟ شاف الانتستين ماشي جوه الكورد ازاي؟ كل الصور اللي حطيتها في الاوبليك انجوينال هيرني يا احمد، الانتستين ماشي جوه الكورد. دلوقتي الولد الاوبليك انجوينال هيرني دي هي الكومنست الموست كومن هيرنيا، هي الموست كومن هيرنيا بتحصل في الشباب الصغير، يعني سنكم كده اولاد يانج ادلت، في الولاد طبعا اكتر من البنات. الانجوينال هيرنيا بتاع الرجاله اولاد اضعف من الانجوينال هيرنيا بتاع الستات. ليه بقى؟ لان الانجوينال هيرنيا بتاعت الرجاله فيها السبرماتيك كورد، لكن الانجوينال هيرنيا بتاعت الستات فيها الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس. فانا ايه لو انا جبت بتاع كده وحطيت طريه كده دي ضعيفه، لكن لو جبت نفس العلبه دي مليتها اسمنت، مليتها اسمنت مش حط مش عارف اتنيها، مش عارف اتنيها. الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس جوه الكنال زي الاسمنت جوه العلبه، مخلي الدنيا ناشفه، مخلي الدنيا ناشفه، لكن جوه الانجوينال كنال بتاع الرجاله سبرماتيك كورد، سبرماتيك كورد طري. ما هو ده الشطر ميكانيزم اللور بوردر اوف كونجوينت تندون، الارشنج فايبر، ما كونجوينت تندون ده الانسرشن بتاع الارشنج فايبر، ما كونجوينت تندون هو الارشنج فايبر. انت مش شفت الكونجوينت تندون مع الارشنج فايبر؟ هو كونجوينت تندون هو الارشنج فايبر. حاضر يا مايك.
هبقى اجيب لك وانا جاي يا مي، حاضر لما انزل مصر هجيب لك باك وحاضر. اهم حاجه فهمتوا ان الانجواينال كانال، يعني مش تركزوش في البسكوت انتوا جعانين يا اولاد، ركزوا معايا في الكنال والراوند ليجامنت وزيوتراس اللي جواها، او الكنال والاسبرماتيك كورد اللي جواها. ايوه يا ايهاب، انا جوه الشغل عشان كده قفلت عليك. في حاجه؟ طب انا هخلص واكلمك. خلاص السلام. احنا كنا فين يا ولاد؟ ما هو الارش ده روف ورايح على ورا، روف ورايح على ورا، كنا في البسكوت. الانجواينال كانال بتاعت الستات فيها الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس، والراوند ليجامنت اوف ذا يوترس ده ولاد مخلي الانجواينال كانال بتاع الست كأن فيه اسمنت فناشفه، فالانجواينال كانال بتاع الستات ناشفه، لكن الانجواينال كانال بتاع الرجاله فيها سبرماتيك كورد. وربنا بصراحه يعني ربنا الحمد لله رب العالمين انه ضعف الانجوانال كنال بتاع الرجاله. يا لهو لو كان الانجوانال كنال بتاع الرجاله جامده ولا كان قرص على الكورد عمل استرانجليشن للتستس، كانت التستس بقت جانجرس. عشان كده اولاد الانجوانال كنال بتاع الرجاله اضعف من الانجوانال كنال بتاع الستات، عشان كده الرجاله يجي لها انجوانال هرنيا اكتر من الستات. الرجاله انا ما بقولش ان الستات ما يجيلهاش انجوانال هرنيا، كلامي واضح ان الانجوينال هرنيا في الرجاله اكتر من الانجوينال هرنيا في الستات. على الرايت سايد اكتر من الليفت سايد، ليه؟ محدش عارف يا ولاد، هو يمكن بيفسروها ان الرايت تيستس والليفت تيستس كانوا واقفين جنب بعض كده، وبعدين طلعت الهرمونات قالت لها انزلي جو جو، فراحت ايه الليفت تيستس واخده جامب احلى من الرايت تيستس، وبعدين نزلوا، ففضلت الليفت تيستس الاولى على الدفعه والرايت تيستس هي الاخيره على الدفعه، لان الدفعه اتنين طلبه، فالليفت تيستس الاولى على الدفعه والرايت تيستس هي الاخيره على الدفعه، فالليفت تيستس نزلت قبل الرايت تيستس، يعني الليفت تيستس نجحت في الدور الاول لكن الرايت تيستس نجحت في الدور الثاني، نزلت متاخر، ولانها نزلت متاخر الانجوينال كانالي اليمين اضعف من الشمال شويه، عشان التيستس نزلت منها متاخر فما لحقتش تعمل ريكويل حلو، ما لحقتش بعد ما التستس عدت ما لحقتش تعمل ريكويل حلو، فيقولوا يمكن ده السبب، يمكن ده ثيري، دي ثيري من غير لي يا نور، من غير لي يعني هو الهرمونات قالت للاثنين انزل، فالليفت تستس نزلت اصلا من الرايت تستس. ازاي بالظبط ما في ناس زمايلك بيطلعوا اوائل الدفعه، ناس زمايلك بيطلعوا مرتبين على الدفعه من ورا، فالليفت تستس نزلت اسرع من الرايت تستس، قد يكون عدد الريسبتورز عليها اكتر بالهرمونات يعني سيريس. الاوبليك انجوينال هرنيا، الاوبليك انجوينال هرنيا مور كوم، هي الكومنست هرنيا، هي اكتر في الولاد الشباب واكتر في الرايت سايد عن الليفت سايد. بتبقى دايما نتيجه ان اوبليتريتد بروسيسس فاجينالس، الكونجينيتال تايب بتاعها ان اوبليتريتد بروسيسس فاجينالس، يعني انتوا عارفين التستس وهي نازله بتاخد معاها حته بريتون كده اسمه بروسيسس فاجينالس. عايزه ايه يا ميار؟ ايوه يا ميار، عايزه ايه؟ ارفعي ايدك، ارفعي ايدك يا ميار، ارفعي ايدك يا ميار، انت هترفعي، انت هتعملي لي عريضه ليه؟ ارفعي ايدك. ايوه يا ميار. دكتور بعد اذنك، هو في الشاتر ميكانيزم بيقول ان الكونجوينت تندون هيدسند وهو اللي هيكلوز البوستيريور وول، مكتوب كده في الكتاب. الكونجوينت تندون والارشنج فايبر. مش المفروض ان الكونجوينت تندون هو اللي عامل البوستيريور وول بتاع الانجوينال كلام؟ اسمعني بس يا ميار، اسمعني بس، هو لما البايسبس تنقبض الانسرشن بتاعها بينقبض؟ لا يعني لما العضله بتقصر الانسرشن بيروح معاها. اوكي ماشي. طيب دلوقتي الاوريجين ثابت والانسرشن ثابت خلاص، وبعدين الارش انقبض، فلما الارش انقبض نزل الارش غطى جزء من الانترنال رينج. اوكي دي فاهمها؟ هو بقى يقول لك الارش نزل غطى الانترنال رينج، كونجوينت تندون غطى الانترنال رينج، لان هو الارش ده وهو بيرحل كده بيتحول لتندون، الارش ده هو ماشي كده بيرحل بيتحول الروح بيتحول لتندون، فاحنا دايما نقول ان الارشنج فايبر الروف والكونجوينت تندون بوستيريور، بس هي مش كده قوي يعني، لان هو الارش اللي الروف ده وهو رايح على بوستيريور بيتحول لتندون. اوكي اقول لك انا حاجه كويسه، اقول لك حاجه كويسه، اشطبي الكونجوينت تندون بتبقى ارشنج فايبر، تفهمي؟ اوكي ماشي دكتور. ايه لا اوكي.
دلوقتي ده البروسيسس فاجيناليس ودي التستس نازله. بصوا كده يا ولاد ايه اللي هيحصل، هتبقى فيستيج ما عدا الحته اللي تحت اللي هتبقى التيونيكا فاجيناليس. طب هو ده البريتون، ايه اللي جوه البريتون ده ولاد؟ انتستين ومنطم، انتستين ومنطم. فلو البروسيسس فاجيناليس فضلت مفتوحه ما قفلتش، الانتستين هتنزل وتعمل كونجينيتال انجوينال هيرنيا. يعني كونجينيتال انجوينال هيرنيا دي ليها علاقه بان البروسيسس فاجيناليس ما قفلتش وتحولت الى فيستيج. فاهمين يا ولاد؟ انا لسه واخد بالي دلوقتي يا ميار من الكلام اللي انت كاتباه. اللور بوردر اوف كونجوينت تندون ديسند، يعني الارشنج فايبر هيديسند داونورد فيقفل الكنال، يقفل البوستيريور وول اوف ذا كنال، يعني ينزل الارشنج فايبر داونورد فيغطي البوستيريور وول اوف ذا كنال، فيغطي البوستيريور وول اوف ذا كنال اللي هو في الانترنال رينج، يغطي البوستيريور وول اوف ذا كنال اللي هو في الانترنال رينج. فما يعني هي باينه، يعني فكره يعني الارشنج فايبر دي هي كونجوينت تندون، هي كونجوينت تندون ديسند، ريها الارشنج فايبر ديسند لان هو كونجوينت تندون هو الانسرشن بتاع الارشنج فايبر. يا لهوي عليك يا اولاد، ده انتوا لو اي حد عمل كده تقوم تتلخبط على طول. طيب انتوا واخدين بالكم يا اولاد من فكره الاوبليتريشن للبروسيسا فاجيناليس؟ ولو ما تمش الاوبليتريشن هيحصل هيرنيا. الكونجينيتال انجوانال هيرنيا واضحه لا؟ الكونجينيتال انجوانال هيرنيا واضحه؟ انها فيلير اوف اوبليتريشن اوف بروسيسا فاجيناليس؟ طيب هشرح حته كده ما اعرفش انتوا فاكرينها ولا لا. دي الانترنال رينج وطالع منها الانترنال سبرماتيك فاشيا وده البريتون، البريتون بقى فيه فيستيج كده وتيونيكا ايه فاجيناليس حوالين التستس، وبعدين بقى التستيكلر ارتري والتستيكلر فين والفاز، حاجات كتير بقى جايه كده وداخله جوه الايه، داخله جوه الكور. وبعدين الفاشيا ترانسفيرساليس ضعفت فراحت الانترنال رينج وسعت. فلما الانترنال رينج وسعت، شايفين البروسيسا فاجيناليس؟ البروسيسا فاجيناليس فيستيج، فيستيج، وادي الايه السبرماتيك، ادي التستيكلر ارتري والتستيكلر فين، وادي الباز، وادي الانترنال سبرماتيك فاشيا. بس لما وسعت كشفت حته من البريتون مع الحزق واعباء الحياه، البريتون باظ وراح طالع من الانترنال رينج، طلع من دخل من الانترنال رينج يعني جوه الكورد، جوه الكورد مع اندر كفر من الانترنال سبرماتيك فاشيا، لكن مش في الفيستي، مش في البروسيسس فاجيناليس. الكونجينيتال انجوينال هيرنيا جوه البروسيسس فاجينالس، دي كونجينيتال. الاكوايرد البروسيسس فاجينالس اصبحت فيستيج مش موجوده، البروسيسس فاجينالس اصبحت فيستيج مش موجوده. امال في الاكوايرد تايب ايه اللي حصل؟ حته بريتون باظت جنبها جنب الفيستيج وراحت معديه من الانترنال رينج. طب وعرفت تعدي من الانترنال رينج ليه؟ لان الانترنال رينج وسعت، الفاشيا ترانسفيرساليس ضعفت والانترنال رينج وسعت، فعرفت تعدي جنب الفيستيج. واضحه ولا مش واضحه يا ولاد؟ يعني الكونجينيتال انجوينال هيرنيا، الهيرنيا جوه البروسيسس فاجيناليس اللي ما قفلتش، لكن الاكوارد تايب البروسيسس فاجيناليس قفلت واصبحت فيستيج، اصبحت فيستيج اهي. فاهمين يا ولاد؟ بس الانترنال رينج وسعت لان الفاشيا ترانسفيرساليس ضعفت فالانترنال رينج وسعت، فراحت الهرنيا نازله جنب الفاز بقى، يعني في هرنيا لساك كده نزلت جنب الفاز، جنب الفاز والتستيكا ارتري والتستيكلار فين والحاجات دي، مش جنب السبرماتيك كورد، جوه السبرماتيك كورد. اي حاجه تعدي من انترنال رينج تبقى جوه السبرماتيك كورد اوتوماتيك، اي حاجه تعدي من انترنال رينج تبقى جوه السبرماتيك كورد لانها اندر كفر اوف انترنال سبرماتيك فاشيا. بص يا ولاد، دي الفاشيا ترانسفيرساليس ودي الانترنال سبرماتيك فاشيا ودي الانترنال رينج، دي فاشيا ترانسفيرس ضعفت ودي الانترنال سبرماتيك فاشيا جايه من حوالين الانترنال رينج. اي حاجه تعدي من الانترنال رينج هي جوه الكورد، سواء الانترنال رينج صغيره سواء الانترنال رينج وسعت، اي حاجه تخش من الانترنال رينج جوه الكورد لانها تحت الانترنال سبرماتيك فاشيا فاكيد هتبقى جوه الكورد. فلو في بروسيسس فاجيناليس بيتنت هتبقى البروسيسس فاجيناليس البيتنت دي جوه الكورد، ولو في فيستيج فالفيستيج جوه الكورد، ولو في اكوارد بالشن ساك طلعت فهتطلع جوه الكورد. يعني الاوبليك انجوينال هيرنيا سواء كونجينيتال او اكوارد جوه السبرماتيك كورد،
الاوبليك انجوينال هيرنيا سواء كونجينيتال او اكوارد جوه السبرماتيك كور. مفهوم الحته دي ولا مش مفهومه ولا دي؟ انا ممكن اسالك سؤال يا عمر، انت فاهم الكلام بقوله كويس؟ انا بسال على اللي انا قلته، اللي انا قلته واضح؟ الهرنيا اولاد نوعين، نوع كونجينيتال ونوع اكوارد. النوع الكونجينيتال ديو تو ان اوبليتريتد بروسيسس فاجينالز، ودي الفتح هيبقى جوه الكورد لان البروسيسس فاجينالز جوه الكورد. الاكوارد تايب ويك ابدومينال وول وانكريز انترا ابدومينال بريشر، في ويكنس في الفاشيا ترانسفيرساليس ووايدنينج اوف ذا انترنال رينج. فلما حصل وايدنينج الانترنال رينج حصل بلشن ساج جوه الانترنال بلشن يا اولاد عشان جاب البريشر الانكريز بريشر بتاع الابدومين، حصل اكواير بلشن ساج جوه الكورد. الحته دي واضحه يا اولاد؟ السمري بتاعها سواء كونجينيتال ساك او اكوارد ساك هو جوه السبرماتيك كورد. لازم افتح السبرماتيك كورد عشان اشيل الساك بتاعت الاوبليكنج وانا هيرنيا. فهمتوا ليه لما جيت اشرح لكم ازاي نعالج اوبليكنج وانا الهرنيا؟ قلت لكم بفتح الكورد واشيل الساك من جوه الكورد، وبعرف الساك ازاي لونها بيضاء وكانها اللؤلؤ. انما الساك بتاعت الدايركت هرنيا ما كانتش جوه الكورد، كان جاي من البوستيريور وول اوف ذا كانال، ما كانتش جوه الكورد. الساب بتاعت الاوبليك انجوينال هرنيا سواء كونجينيتال او اكوارد هي جوه الكورد. الستات يا عمر بيبقى عندها جوه الانجوينال كانال حاجه اسمها راوند ليجامنت اوف ذا يوترس، بيبقى معاها حته بريتون كده اسمه كانال اوف ناك، يعني حته البريتون اللي نازل مع الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس اسمه كانال اوف ناك. كانال اوف ناك دي بتقفل، لو ما قفلتش بيحصل منها هرنيا في الستات. يعني الهرنيا في الستات عشان الكنال اوف نك ما قفلتش. الكنال اوف نك دي اللي هي تساوي عندنا في الرجاله البروسيسس فاجينالز، عند الستات اسمها كنال اوف نك. يعني الراوند ليجامنت اوف اليوترس طالع من اليوترس وبعدين معدي من الانترنال رينج ورايح الليبيا ميجورا، وهو معدي كده معاه حته بريتون زي التستس وهي معديه ما خدت بريتون، بس البريتون بتاع الست اسمه كنال اوف نك. بيحصل له ايه؟ بيبقى فيستيج هو كمان. طب افرض فتح هيحصل كده، فهمتني يا عمر؟ فهمت الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس والكنال اوف ناك؟ يلا يا دي احمد خلي بالك اهو الانتستين نازله مع الساك بتاعتها جوه الكورد اهي، ونعديها من الانترنال رينج والاكسترنال رينج ونازله للسكروتم، نازله نهايه السكروتم. انا هريتك صور يا دي احمد للانتستين جوه الكورد وهي نازله للسكروتم، هريتك صور. يعني مش هتلاقي ولا صوره في النت باين عليها الانتستين وهي نازله جوه الكورد وجوه نازله للسكروتم اللي هتلاقيني حاططها لك. طب والكانال اوف ناك ايه جواها؟ مفيش حاجه جواها. هو في انا مش عارف الاسئله غريبه. هو البروسيسس فاجيناليس ايه جواها؟ انا عايز اعرف البروسيسس فاجيناليس دي جواها ايه؟ ده حتى التستس براها هي بتمحكت فيها عامله لها انفاجينيشن، لكن هي دي ما فيش جواها حاجه. فالكنال اوف ناك زيها ما فيش جواها حاجه، هي هنا بقى معدي التستيكلر ارتري والتستيكلر فين والفاز، هنا معدي الراوند ليجامنت اوف ذا يوتر. فالكنال اوف ناك دي زي البروسيسس فاجيناليس. فانت لو سالتيني الكنال اوف ناك فيها ايه، انا هسالك طب والبروسيسس فاجيناليس فيها ايه؟ تستس وهي نازله شدت البروسيسس فاجينالز، والراوند ليجامنت وهو نازل كده شد الكنال اوف ناك. هي دي زي دي بالظبط، دي زي دي بالظبط، ما فيش فيها مشكله خالص. لاحظ ان الانفيريور بيجاستريك فيسل مش جاي من الاورطه، جاي من الاكسترنال ايلياك فيسل، ومعدي كده يا اولاد على الميديال بوردر بتاع الانترنال رينج، وانه الحد الفاصل بين الانترنال رينج والترانجل فاصل باخ. فالعيان لو جاله فتق من انترنال رينج فتق من الترانجل فاصل باخ بيقول عليها بنطلون هرنيا. الانترنال رينج لاترال للانفيريو بيجاستريك ارتري، الترانجل فاصل باخ ميديال للانفيريو بيجاستريك ارتري. الديفكت كمز فروم ذا انترنال رينج لاترال تو انفيريو بيجاستريك ارتري، يعني الانتستين بتبقى معديه من بالساك بتاعتها معديه من الانترنال رينج لاترال للانفيريو بيجاستريك ارتري. الساك بقى بالانتستين inside the cord and the covering of the cord inside the cord and the covering of the cord بتبقى anterolateral للفاز. يعني لو بصيت على الكورد كده تلاقي الساك بتاعت الهرنيا كده، يعني الساك بتاعت الهرنيا كده والفاز كده،
يبقى ده انتيرير وده لاترال، فتبقى الساك انترولاترال للفاز. بس ده كل ده جوه كورد، جوه ده هي ده علاقتها بالفاز ايه؟ انترولاترال للفاز، الفاز جوه كورد والساك جوه كورد. طب لو خدت مقطع كده تطلع الساك مغطيه الفاز كده انترولاترال. الحقيقه حته ان الساك انترولاترال للفاز دي تهم الجراح، يعني الجراح ما بيفتح الكورد بيدور على الساك انترولاترال للفاز. خلي بالكم ان انترولاترال للفاز مش انترولاترال للكورد، الفاز جوه كورد والساك جوه كورد، فهي انترولاترال للفاز اللي جوه كورد، الاثنين جوه كورد. الحته دي واضحه ولا ان الساك ماشيه جوه كورد انترولاترال للفاز، يعني الفاز اهو، الفاز اهو داخل والساك رخره هتخش، تخش كده انترولاترالي، مش كده انترولاترالي، يعني تخش من فوقيه كده. كونتنت سمول انتستين او اومنتم، ايه اللي نازل جوه الساك بتاعت الهرنيا؟ سمول انتستين او اومنتم. معلش طب فين اومنتم؟ فين اومنتم؟ لا لا، ايه الاومنتم ده؟ انت خدت في كتاب الاناتومي حاجه اسمها ده؟ شوف اخبث واحد سميه، يا لهو على خبث البنات، يعني هي مش عارفه الاومنتم ده ايه، فقالت لي الاومنتم ده ذا بوليس مان اوف ذا ابدومين، هي سمعت كلمه كده ان الاومنتم بوليس مان اوف ذا ابدومين. حلو قوي، انت خدت في كتاب الاناتومي جزء ايه اسمه بوليس مان؟ يعني هم حاطين راجل بوليس جوه. وبعدين الولاد بقى منهم بيحبوا الاكل، تسمع كلام جميل، يقول لك الاومنتم ده الطرب يا باشا اللي بيلفوا فيه اللحمه المفرومه عشان يعملوا الطرب. طب اولاد انا هعرفكم برضو على الاومنتم، ده ولاد الليسر اومنتم وده الجريتر اومنتم، هو ده الاومنتم اللي بيتكلموا عنه، الجريتر اومنتم هو ده ولاد ذا بوليس مان اوف ذا ابدومين، هو ده الجريتر اومنتم بتاع المعنى. انما هو انا بسالك فين الاومنتم ده، انت خدته في الاناتومي تحت عنوان ايه؟ تحت عنوان جريتر اومنتم، حتى اسمه اومنتم لو تاخد بالك، يعني فاهمين؟ احنا بقى بناخد الحته دي كده المدلدله دي اللي اسمها منديل البط ونلف فيها اللحمه المفرومه ونعمل طرب. بس انا فوجئت ان انتم معلوماتكم في الطرب وفي منديل البط وان هو مفيش دهن وبتاع اكتر من كتاب الاناتومي بكتير قوي، اكتر من كتاب الاناتومي بكتير جامد جدا، يعني انتم معلوماتكم عند بتاعك زي كبابجي كده. اشوف اولاد انا خفت، قلت كونتنت سمول انتستين او اومنتم، وانا قلت يا لهوي اللي هيكونوا مش عارفين الاومنتم. شفت اولاد انا عارفكم ازاي؟ شفت انا عارف ان انت ممكن اقول لك والكونتنت ممكن يكون فيها سمول انتستين، ايوه وفيها اومنتم، عارفها الاومنتم اللي هو لما يقولوا له اومنتم يرد. الكفرنج بتاعها هي الكفرنج اوف ذا كورد، هي الكفرنج اوف ذا كورد، يعني في كل الاحوال في سكين وسبكتينس تيشو اللي هي كمبر وسكربا، وهنا سكين وكمبر وسكربا، بس سكربا عند الاسكروتم هيسموها كوليس فاش. كلام هتبقى متغطيه بايه بقى؟ اكسترنال اوبليك ابونيروزيس وكريماستريك ماسل وانترنال سبرماتيك فاشيا. وسلاد انترنال سبرماتيك فاشيا، انترنال سبرماتيك فاشيا، كريماستريك ماسل، كريماستريك ماسل. امال ليه هنا كتب اكسترنال اوبليك ابونيروزيس وهنا كتب اكسترنال سبرماتيك فاشيا؟ لان هنا هي جوه الكنال ما خرجتش من الاكسترنال رينج لسه، فهي متغطيه بالاكسترنال اوبليك ابونيروزيس، لكن اول ما خرجت من الكنال وخرجت من الاكسترنال رينج مفيش اكسترنال اوبليك ابونيروزس، خلاص تحول الى اكسترنال سبرماتيك فاشيا. فاهمينها ولا لا؟ فاهمين الكفرنج؟ يعني سيبكم من حكايه سكين وسبكتينس تيشو دي لانها ايه اكيد، يعني اكيد في سكين وسبكتينس تيشو، او حتى مثلا سبكتينس تيشو في الاسكروتم في دارتوس مصر، هو الجلد بتاع الاسكروتم في دارتوس مصر، لكن مش بتاع الانجوانا الكنال مفيش دارتوس مصر، فده سكين وسبكتينس تيشو. لكن خلي بالكو هنا انترنال سبرماتيك فاشيا، انترنال سبرماتيك فاشيا، كريماستريك ماسل، كريماستريك ماسل. طول ما الهرنيا جوه الكنال في اكسترنال اوبليك ابونيروزيس، خرجت من الكنال، خرجت من الاكسترنال رينج، خلاص يبقى الاكسترنال اوبليك اصبحت اكسترنال سبرماتيك فاشيا. اول ما تخرج من الاكسترنال، من الاكسترنال اوبليك، يبقى الاكسترنال اوبليك تحولت الى اكسترنال سبرماتيك ايه فاشيا. ناخد بريك شويه، هو النهارده مفيش الدكتور جوزيف صح؟ مفيش جوزيف النهارده، ليه كفايه ليه يا خالد؟ ما يعني ليه كفايه يعني من في بس هم ناسيين
هتيجي يا سلمى دلوقتي، هتيجي يا سلمى الكونجينيتال هيرنيا والاكوارد، بس هتيجي بشكل يعني اصعب كمان شويه. انا عارف يا محمد انك تعبت، عارف الله، ومقدر جدا لدرجه ان انا بفكر اعمل لك تمثال عجوه يالا واكله اخر الحصه، لان يعني كل الطلبه اولاد، كل الانسان، اي طالب في كليه الطب بيتعب، فما حدش يكلمني عن تعب طالب كليه الطب. احنا ربنا خلقنا كده يا اولاد، احنا ربنا خلقنا ان احنا نتعب، فهمنا لا، ونشتغل ونتعب تاني ونشتغل، رزقنا كده يعني. وايه اللي دخلك لما انت طالب تجاره؟ ايه اللي جابك كليه الطب يا مجرم؟ اشرح لكم اولاد حته كده في الكونجينيتال انجوينال هيرن، بس حته جميله ممتعه. زمان زمان فروم ذا لاند بيوند بيوند، كانت التستس نزلت وخدت معاها حته بريتون اسمه بروسيسس ايه فاجينالز، وبعدين البروسيسس فاجينالز دي قفلت وتحولت الى فيستيج، ما بقاش منها غير الحته اللي تحت دي اللي سموها تيونيكا فاجينالز. فلو ما قفلتش، المنبار اللي هنا والأومنتم اللي هو منديل البطن اللي هو بوليس مان اوف ذا ابدومن هينزل ويعمل فتح. انا مش عارف هي دي صعبه في ايه، يعني في حد فيكم كان بيقول لي ممكن الكونجينيتال انجوانال هرنيا تاني، فانا مش عارف هو ايه اللي صعب فيها يعني. يا بروسيسس فاجينالز وما قفلتش فالانتستين نزلت، الصعب بقى جاي دلوقتي، الصعب دلوقتي جاي. ممكن واحد اولاد يتولد كده يعني البروسيسس فاجينالز ما قفلتش، فيجي له هرنيا كبيره، كونجينيتال انجوينال هرنيا دي نازله لغايه السكروتر، دي هرنيا كبيره نازله لغايه السكروتر. ساعات بقى ايه تقفل، بس تقفل ازاي بقى يا اولاد؟ تقفل قفله غريبه كده، تقفل كده فالهرنيا تنزل هنا، فتعمل هرنيا صغيره مش كبيره، يعني هرنيا صغيره مش كبيره، والهرنيا الساك مغطيها التيونيكا فاجيناليس، وكأن التيونيكا فاجيناليس عاملة ريسيس زي الطرطور كده مغطي الساك. دي يسموها انفانتايل تايب. يا لهو يا دكتور، صعبة قوي. وانا والله العظيم انا ما اعرفش ليه كتاب القصر العيني كاتبها دي من ضمن الحتت، يعني انا رأيي دي مش بتاع الطالب بكالوريوس يعني، بس هو ما هو يكتب الكلام ويمشي، وعارف ان هو مش هيشرح حاجة يعني. لاحظ الفرق بين ايه وبي وسي، ولاحظ ان سي دي هي دي، بس انا يعني وضحتها فصلتها شوية فوق عشان تفهم الموضوع يعني. ايه ده يا ولد؟ ايه ده ايه؟ مين الواحد اللي هو ايه ده؟ واحد نورمال، ده واحد نورمال. شوفي لينا قولها ده واحد ايه؟ قالت لي واحد فيستيج. زي كده يعني، واحد شاي، واحد فيستيج. طيب امال ده ايه؟ ده بي ده ايه يا جماعه؟ بي ده ايه؟ واحد عنده كونجينيتال انجوينال هرنيا. كبيره الهرنيا بتاعته؟ كبيره؟ الهرنيا اللي بتاع بي ده كبيره؟ وصل لغايه فين؟ لغايه السكروتم. ما السكروتم اهي، شوفوا ده بقى هيتولد عنده هرنيا صغيره مش في السكروتم. هرنيا صغيره ما وصلتش للسكروتم. شايفين المسافة بينها وبين السكروتوم قد ايه؟ هرنيا صغيرة ما وصلتش للسكروتوم، ولكن في ريسيس، يعني طرطور، يا ولاد، في ريسيس من التيونيكا فاجينالس طالع قدام الساك، ومشكلة الحكاية دي ايه بقى؟ مشكلة الحكاية دي لما عيل صغير بيتولد عنده فتق صغير، الجراح يخش يفتح، يا ولاد، يوم يفاجأ بالتيونيكا فاجيناليس يفتحها على انها الساك، وبعدين يلاحظ انها مقفوله من فوق، هو مش فاهم فين الهرنيا. الهرنيا ورا الريسس، الهرنيا الساك ورا الريسس، الريسس مغطي الهرنيا الساك. فدي مشكله في العمليات، مش مشكله طالب بكالوريوس ده خالص اللي هو اصلا ما بيعرفش يفتح خراج، دي مشكله في العمليات اصلا، ان الانفانتايل تايب ده التيونيكا البروسيسس فاجيناليس قفلت، مش مقفلتش، قفلت حته، قفلت حبه، ما بقتش فيستيج زي النورمال، بس اتعمل فيها بند كده، فعمل هرنيا الساك صغيره قدامها ريسيس
من التيونيكا فاجينالس. مشكلتها ايه؟ الجراح لما بيخش يفتح بيقابل الريسيس ده الاول قبل الهيرنيال ساك، فلما بيفتحه بيتلخبط بيلاقي مقفول من فوق، فبقى مش فاهم فيه ايه. فين الهرنيا؟ الهرنيا ورا الساك. الهرنيا ورا الريسيس، الهرنيا الساك ورا الريسيس. ايه الاخبار يا كريم؟ رافع ايدك يا كريم. كريم دكتور وانا كله تمام، بس مش فاهم يعني ليه في الكونجنتال كاتبين ان التستس جوه الساك. ما هي التستس بتبقى انفاجينيتنج اتسلف هنا، يعني التستس هنا كده والانتستين نازله لغايه هنا، فانت لما تيجي تحس بتحس كان التستس في وسط الانتستين. اوكي، يعني هو انفاجينيشن مش هو انفاجينيشن يعني كده. تمام، فالانتستين هنا، فانت حاسس كان التستس جوه يعني في وسط الانتستين، بس هي التستس يعني انفاجينيشن، بس انفاجينيشن. خلاص تمام. والانفانتايل تايب التونيكا دي بتعمل ريسس يعني اتكنه اتقطع بالورب كده اوبليكلي البروسيسور فاجينالس. ايوه كانه اتقطع بالورب. تمام، ولما بيجي يفتح من الابدومن يخش يلاقي ساك، يفتحه يلاقيه فاضي وما فيهوش حاجه، ما فيهوش حاجه. فيبقى خلاص تمام كده. شكرا يا دكتور. رجعت معايا يا كريم؟ رجعت ايه؟ انت ما سالتنيش على حاجه، انت رجعت كل الكلام اللي انا قلته. لا انا متاكد ان فاهم صح. ايوه قالك كلام. انت ليه بتخض نفسك دايما يا ده كريم ان الكلام انت مش فاهم الكلام؟ انت فاهمه، انت فاهم. الحمد لله. مش مضطر يا ولا ان انت تراجع معايا المنهج بدل ما تذاكره في البيت، يعني بدل ما تذاكر بعد ما خلص يقول لك انا هرفع ايدي واقعد اقول له كل الكلام اللي قاله تاني. لا والله بس عشان الكونجنتال الكونجنتال كاتبين في الكتاب ان التستس لايز وذين ذا لور بارت اوف ذا. ماشي ماشي بس ماشي. العفو حبيبي. لا ده التيونيكا فاجينالس ده، يا لهوي بالي يا لهوي بالي. اللي مقطوع دي البروسيسس فاجينالس اللي هي الفيستيج يا اولاد، دي اللي هي مفروض انها الفيستيج. في هنا التستيكلر ارتري والتستيكلر فين والفاز، مالناش دعوه بهالفيستيج خالص، مالناش دعوه بالفيستيج خالص. انا بتكلم على الحته بتاعت الفيستيج، يعني التستيكلر ارتري هنا والتستيكلر فين هنا والفاز هنا والكورد كله كده جوه الانترنال سبرماتيك فاشيا، كل ده جوه الانترنال سبرماتيك فاشيا. انا بتكلم على الحته بتاعت الفيستيج، حته الفيستيج. على فكره انا ما بفتحش الابدومين، انا بفتح عند الاكسترنال رينج، فبلاقي الكلام ده عند الاكسترنال رينج، بس انا يعني مش في دماغي دلوقتي ان انا اعلمك تفتح ازاي. انت فاهم الكلام برضه رد في منتهى الخطوره ان انت تلاقي حد يقول لك يعني السبرماتيك كورد مقطوع. السبرماتيك كورد ايه؟ السبرماتيك كورد ده اولاد ده كده كانت فيستيج، وهنا في ارتري وفين وكوتستس، وبعدين الفيستيج حصلت فيه الاحداث دي كلها في الفيستيج. الاحداث دي كلها في الفيستيج، مالهاش دعوه انا ببقيه الكورد. انا برسم الفيستيج بس، مالهاش دعوه ببقيه الكورد. يا مجانين، انا كل الرسم ده اولاد في الفيستيج، مالهاش دعوه ببقيه الكورد خالص، مالهاش دعوه ببقيه. يعني واحد تلاقيه شد نفس بيقول لك يعني التستس كانت نازله كده والسبرماتيك كورد كده، وبعدين السبرماتيك كورد اتقطع كده بالورم. يا نهار اسود، ده كلام ممكن يسقط اي مخلوق في الدنيا. انا كلامي كله ولاد على الفستيج، انا ما بجيبش سيره الارتري ولا البين ولا الباص لانهم مش موضوعاتي. طيب سيبكم من الناس اللي بتقعد تسال اسئله مش طبيعيه دي، الباقي فاهم؟ بقيه الناس فاهمه يا ولاد؟ حلو تمام. بقى الناس المجانين ده ولاد اللي شايفه ان انا قطعت الكورد، ايه ايه كلام مجنون؟ تعال احكي لكم بقى على حاجه اصعب من دي شويه. لا مفيش مشكله يا خالد، مفيش مشكله يا حبيبي، بس بس انت بتبقى بتشرح مش واخد خوانه، فتلاقي حد يوم سالك سؤال يفرفرك، هو كورد اتقطع؟ يقول لك نهار اسود، يعني انا اولاد مثلا هو انا هحط بقى التستيكلر ارتري والتستيكلر فين وكده عشان خاطر بس ما نخرفش يعني، وادي التستيكلر ارتري والتستيكلر فين والباز. لاحظ الفرق؟ لا يا مي، مش دي المفاجاه. هو المفاجاه ان بعد ما اخلص الاقي طالب بيسالني هو احنا الباب ايه بالظبط؟ هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه، مش المفاجاه ان يسالك. لا خلي ذهنك اكبر من كده، خلي ذهنك اكبر من كده، انك تلاقي مفاجاه الطالب بيقول لك احنا في باب ايه بالظبط؟ هو دي المفاجاه بقى. يلا لا تلاحظوا الفرق بين ايه وبي وسي. ايه رايكم في ايه؟ ايه رايكم في ايه؟ عايز اسمع منك يا لينا. ايه ده ايه؟ لينا ايه ده ايه؟
نورمال تمام. امال بي ده ايه؟ كونجينيتال وانا الهرن. امال ايه سي ده؟ سي ده ولاد البروسافا جيناليس قفلت قفله هفق كده باريولار تيشو. اريولار تيشو ده نوع من الكونكتيف تيشو بس خفيف يعني، يعني ممكن اكلمكم بطريقه الجزارين اللي انتوا بتحبوها. شغت قفلت بحبه شغت، فاهم يا اسطى؟ قفلت بحبه شغت. فالعيان بقت البروسافا جيناليس برضو مش فيستيج وبرضو مش مفتوح، يعني لا هي فيستيج ولا هي مفتوح. نشوف كده ده، لاحظ الفرق بين سي ودي واي وقارنهم بالنورمال في ذهنك، قارنهم بالنورمال في ذهنك. هنا البروسافا جيناليس قفلت بس قفلت بحبه شغت كده ولا شبت يعني، او يعني بلغه كل الطب اريولار تيشو. فالواد اتولد ما عندوش فتن، الواد اتولد ما عندوش فتن، بس لما بقى شاب قدك كده ولاد، انتوا عارفين الشباب ده ولاد ايه؟ اول ما تعرف ازاي ان الولد وصل للبيوبرتي بدا يجعر في البيت وحاسس ان الناس مش فاهمينه لانهم جيل غير جيله، وهو في دماغه كلام كبير قوي بس الناس مش فاهماه، الناس مش فاهماه لان اللي في دماغه ده مش طبيعي، فيبدأ يجعر. أول ما يبدأ يجعر في الشقة كده تعرفوا إنه وصل البيوبرتي. تعرفين هو بيجعر كده، أنتوا مش واخدين بالكم مني ولا تقوم طقة طق، يقوم نازل الفتق لغاية السكروتم، يقوم نازل الفتق لغاية السكروتم لأنها ما بقتش فيستيج، ما بقتش فيستيج، دي ما قفلتش حلو. ولذلك لما زعق، لما زعق بقى طق له عرق، طق له عرق. لا حد فيكم جدع يعرف ان الناس تقول على الفتق عرق، الناس العيانين في المستشفى يقولوا على الفتق عرق، فيقول لك لما جعر طق له عرق، فاهمين يا رب؟ فدي كونجينيتال بري فورمد ساك، يعني ساك ليها كونجينيتال بري ديسبوزيشن، بتحصل في الادلت هود، بتحصل في الادلت هود في الشباب الصغير، ممكن تبقى كومبليت كده الفتق ينزل لغايه السكروتم. لكن شوفوا هنا يا ولاد، شوفوا هنا كلها قفلت بقى الفيستيج ما عدا حته صغيره، فهتفتح فت وهو بيزعق انتوا مش واخدين بالكم مني، او بيشيل حاجه تقيله راحت فت، بس فت صغير بيبونوسيل، فت صغنون قوي بيبونوسيل، ده فتقه اكبر شويه يوصل لغايه النيك اوف ذا سكروتم، يقولوا عليه فانيكولار تايب. يعني الفتق لما بيكون بيحصل في الادلت هود، في الادلت هود نتيجه كونجينيتال بري ديسبوزيشن، بيبقى نوع من ثلاثه، يا كومبليت يا بيوبونوسيل يا فانيكلر. الصغير منهم قوي اسمه بيوبونوسيل، طب ليه ما كملش؟ لان الباقي بقى فيستيج. طب وده نزل لغايه النيك اوف ذا سكروتم، ليه ما كملش؟ لان الباقي بقى فيستيج. انما ده ما كانش في حاجه بقت فيستيج خالص، كلها قفله قفله هفق كده بالشبك. معلش يا ولاد انا مش هرسم بقى الفاز والتستيكلا ارتر والتستيكلا فين عشان الرسومات ما تبقاش ملخبطه. ده نورمال، نورمال كونجينيتال هرنيا ديتنج سينس بيرث، دول في الادلت هود، ده لما يفتح هيعمل كومبليت تايب، وده لما يفتح هيعمل فانيكولار تايب، وده لما يفتح هيعمل بيوبونوسيل. مولود بيها طفل ادلت نورمال، يعني الطفل ممكن يتولد بفتق كبير او ممكن يتولد بفتق صغير يقولوا عليه انفانتايل ساك. لو اتولد بفتق صغير انفانتايل ساك بتبقى الساك دايما مستخبيه تحت ريسيس من التيونيكا فاجينال، لكن ممكن يتولد ما عندوش فتق خالص، ممكن يتولد ما عندوش فتق خالص لغايه ما يكبر يبقى ويجعر او يشيل حاجه تقيله فيجي له فتق، يجي له فتق كومبليت او فانيكلر او بيبونوسي. ايه الاخبار؟ واضحهم بعض؟ اللي عايز يسالني على حاجه يرفع ايده. انا تقريبا خلصت، فاضل لي حته واحده بس صغيره كده احطها خلاص كده. فاللي عايز يسالني على حاجه يرفع ايده. معلش يا امين، الحته اللي جايه ممكن تلخبط الناس، فمعلش قول يا كريم. دكتور هو كده الادلت هيرنيا دي عشان تيجي لازم الاول يكون عنده بري فورم ساك؟ لو كان عمل فيستيج يبقى مش هيجي له كده اوبليك هيرنيا خالص. خلاص تمام، شكرا لك. سامعين كريم يا ولاد ولا لا؟ سامعينه ولا لا؟ هما بيبقوا سامعينك كده كريم وانت بتسال؟
مفروض بيراجع معايا والله العظيم بيراجع بيقول الكلام اللي انا قلته تاني بيخش ياكد على معلوماته بيخش ياكد على معلوماته. فانا بعد كده بفتح براجع مع كريم، يعني بعد ما اشرح حته وفتح المايك مع كريم ونراجع مع بعض. ماشي يا كريم، يلا يا لبش. يعني ايوه يا شاهد دكتور، هو في الانفانتايل هيرنيا لما الجراح يجي يخش بيدخل الساك ليه؟ هو مش عارف ان ده المفروض يكون الساك، ولا مش بيعرف يفرق بينه وبين الكونتنت؟ اصلا تينيكا فاجينالس لونها بيرلي وايتش ان كلر، والساك لونها بيرلي وايتش ان كلر، لانهما نفس البروسيس يعني. اوكي تمام. طيب دكتور، انا دلوقتي لما كريم سالت لخبطت، يعني دلوقتي كل العيانين اللي بيجونا حتى الاولد ايج بيكون عندهم ديفكت اصلا؟ انا لسه ما شرحتش الاولد ايج، انا بقول للسالي حته واحده. اوكي خلص. هي الاولد ايج. ماشي اوكي شكرا. حلو، محدش تاني رفع ايده، يعني انتوا فاهمين الرسومات زي الفل. هزود كلمه واحده الاولد ايج واختم. ده شاهد بقى لما كان سالني انت امال الراجل العجوز بيديله فرق ازاي؟ الراجل العجوز ده بقى بسبب الجينات بتاعته بيستير عادي، بس هو الفاشيا ترانزفيرسالس ضعفه فالانترنال رينج وسع، فكشفت البريتون ففي حته بريتون نزلت من الانترنال رينج جنب الفيستيج، ملهاش دعوه بالفيستيج خالص. دي بتاعت الاولد ايتش، دي بيقولوا عليها اكوايرد بالشن ساك، اكوايرد بالشن ساك. انا لسه شارحها على فكره، يعني انا شارحها من شويه، فكره ان الفاشيا ترانزفيرسالس ضعفت فالانترنال رينج وسعت فالساك عدت جنب الفيستيج من الانترنال رينج جنب الفيستيج under cover of internal spermatic fascia. تفهمين الكلام ده كله ولا لا؟ فاهمين الكلام ده كله ولا لا؟ كل كلمة شوف يا رد، لما جيت مثلا اشرح الاوبليكنج وانا الهرني فعمال اقول ان انا هفتح الكورد واشيل الساك، هتلاقي طالب يقول لك الساك دي، وواحد تاني عمال يفكر هي ايه علاقتها بالبروسيس فاجينالس، وواحد تالت عمال يفكر وانت ليه بتصلح الفاشيا ترانزفيرساليس والانترنال رينج؟ تعرفين الاطفال الصغيرين ولا بنعمل لهم هرنيوتومي بس عشان هم ما عندهمش مشكله الا في البروسيس فاجينالس. عارفين الناس الكبار في السن لازم هرنيوتومي وهرنيورافي او هرنيوتومي وهرنيوبلاستي، عشان كده الاطفال الصغيرين هبقى كفايه فيهم هرنيوتومي بس، لان القصه عباره عن بروسيس فاجينالس وما قفلتش، لكن الكبار هم اللي بنعمل لهم اولاد هرنيوتومي وهرنيورافي او هرنيوتومي وهرنيوبلاستي. الهرنيا ولاد صعبه مش سهله، يعني صعب انك تفهمها، يعني صعب انك تفهمها، بس هي خلاص كده يعني اللي باقي كله بقى كلام بقى مخيمر وزعتر وفتكات وحسنات كل الناس تفهمها، يعني اللي جاي خلاص هي دي اصعب حاجه في الهرنيا كده عدت خلاص، اصعب حاجه في الهرنيا عدت. لو الصفحه دي مفهومه خلاص انا مش هلاقي اي مشكله، يعني هتلاقوا بقى الحصه الجايه عدد كبير قوي من الورق بيخلص، يعني الحصه الجايه بقى واخد الطياره تك 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 والهرنيا بتخلص خلاص. يا نيره، مش انا قلت يا نيره من شويه ان اي حاجه معديه من الانترنال رينج تبقى تحت الانترنال سبرماتيك فاشيا وتبقى جوه الكورب؟ مش انا يا نيره وانا بشرح قلت ان اي حاجه معديه من الانترنال رينج تبقى جوه الكورب؟ فالاكوارد بالشن ساك دي معديه من انترنال رينج تبقى جوه الكورد، والبروسيسس فاجيناليس دي معديه من انترنال رينج تبقى جوه الكورد، والفيستيج ده معدي من انترنال رينج يبقى جوه الكورد، وقلت الاوبليك انجوينال هرنيا سواء كونجينيتال او اكوارد جوه الكورد. خلاص يا هشام انا يا منبه على الحته دي كويس قوي، ان كل الانواع دي جوه الكورد لان كلها معديه من انترنال رينج. لا مالهاش سبب يا رود، يعني ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، دي ارزاق يعني قفلت ازاي، دي ارزاق، دي ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، زي ما حد يجي له هيدروكيفلس، اشمعنى جاله هيدروكيفلس؟ مفيش شو سبب، يعني ممكن حد يتولد البروسافا جناس بتاعته كلها مفتوحه، وممكن حد يتولد حته من البروسافا جناس مقفوله بالشكل ده. اللي عايز بقى حاجه يرفع ايده، اللي عايز حاجه يرفع ايده، لازم يبقى بيرسونال كونتاكت يعني. يا شهد معلش دكتور، اخر سؤال.
دكتور يعني هو طيب لو حد أدلت بيشيل أوزان ممكن يجيله هيرنيا ولا مش ممكن؟ هو ما عندوش ممكن يجيله هيرنيا لو هو عنده البرسال فاجيناليس أصلا قافله قافله، إنما لو هو البرسال فاجيناليس عنده فيستيج مش هيجيله هيرنيا. أوكي خلاص بس كده شكرا. أيوة مي، إزيك يا مي عاملة إيه؟ صوت واطي أوي يا مي كده. طيب أحسن؟ أفضل شوي. طيب هو احنا كنا قالولنا في السكشن ان هما في الهيرنيوتومي يعني بنعمل انسجن كده من عند الفندس وبنعمل يعني اللي هي الانسجن اللي حضرتك قلتها، بس بنزق جوه يعني مش بنقطع الساك اصلا، بنزقها جوه. الكلام ده صح ولا بليكنج جوانا الهرنيا؟ بنعمل عادة هيرنيوتومي، ممكن لو الساك صغيرة او ازقها جوه لو بليكنج جوانا الهرنيا، بس يعني الساك بتاعها وقعد يقول لنا عشان قلنا عشان الليكج لو حصل يحصل على جوه وكلام كده. الليكج بتاع ايه؟ الليكج اللي بيحصل من الساك او حاجة كده، انا مفهمتش برضو. احسن سيك منه. طيب الساك بتاع الاوبليكنج جوانا الهرنيا عادة بنعملها هيرنيوتومي، ما عدا لو صغيرة او بنعملها انفاجينيشن، لكن الساك اللي بنعملها انفاجينيشن فعلا بتعدي الدايركت هرنيا لان ملهاش نك اخيط من عندها. يعني انا عشان احزم ساك لازم يكون لها وسط، لكن فضل ان الساك شخصيه دولابيه ملهاش وسط احزمها منين؟ عشان كده بعمل بيرس سترينج واعملها انفاجينيشن. تمام طبعا. لكن البليكنج جوانر هرنيا بنعملها عاده هرنيوتومي، رير قوي ان لو صغيره ممكن ازقها بس ده رير قوي. تمام. طب سؤال تاني، هو انا فاهمه ايه الفرق بين الادلت والاولد ايج، بس كلمه بيبونو سيل وفينيكولر وكده دي على الحجم، ده تقسيم للحجم؟ لا اقصد الحجم، حجم الفرق الحجم. يعني حتى لو في اولد ايج واقفه مثلا قبل النيك، لا الاولد ايج على طول بنقول عليها اكوارد بارشل ساك، انا بتكلم على الادلت. يعني بتكلم على زمايلي، بتكلم على زمايلي. لما زمايلك يجي لهم في تقى بنقول عليها بيبونو سيل وفينيكولر. ماشي. طيب اخر سؤال يا دكتور، هو انا بغير لو طفل صغير بغير مكان الانسجن ولا هو نفس مكان الانسجن؟ انت عندك عيان هتعمليه بكره؟ ايه لا طيب خلاص. لا انا عايز اعرف عشان ناخد التريم، عشان لو اصل لو احنا مش هنغير مكان الاطفال الصغيرين، في الاطفال الصغيرين بنفتح على الاكسترنال رينج وما بفتحش الانجوينال كنال لان الانترنال رينج قدام الاكسترنال رينج. لسه انا ما وصلتش، انا استغربت ان احنا بنفتح، لسه ما وصلتش فيها، لسه ما وصلتلهاش يا مي، لسه ما وصلتلهاش. شكرا يا دكتور. العفو، لسه ما وصلتلهاش. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك بس كان كاتب على الكومبليت انجوينال هيرنيا انه نوت كونتينوس ويز تونيكا فاجينالس اند ذا تيستس كان بي فيلد سيبريت فروم ذا ساك، مش فاهماها دي. ده هو بيتكلم على الادلت هود. لان الادلت هود بيبقى بتفضل في الاخر كلها مفتوحه ما عدا حته، يعني حتى الكومبليت، حتى الكومبليت بيبقى في حته كده بتفضل برضو ما تفتحش. فاهمة؟ شكرا يا دكتور. العفو. خالد. ايوه دكتور. ايوه حبيبي دكتور، بالنسبة للبروسيس بروسيس اوف جايناليس في في تشايلد نحن بنقطعه؟ حتى لو تشايلد كده مش هي بتبقى البروسيس اوف جايناليس كده، بقطع من هنا واسيب الحته اللي في السكروتم دي واشيل الباقي، لان الحته دي المفروض تبقى فيستيج، فانا بسيب الحته اللي المفروض تبقى موجوده يعني وبشيل الباقي كله اللي المفروض كان يبقى فيستيج. فهمتها ولا لا؟ هسيبها لك تاني، هقطع دي كده واسيب الحته اللي في السكروتم. اشمعنى؟ عشان الحته دي كلها كان المفروض تبقى فيستيج، فانا لو قطعتها هتبقى كانها فيستيج خلاص. تمام. وبرجع الانتستين اللي جواها صح؟ اكيد اكيد يعني. تمام تمام ماشي. تمام دكتور، فرقها ايه عن الادلت؟ مفيش فرق، يعني فرق في الباثولوجي، ده حصل امتى وده حصل ازاي، يعني فرق باثولوجي. الادلت اللي خدناها اول حاجه صح؟ الادلت اللي هي دي بيتنت من ساعه ما اتولد، دي مقفوله باريولار تيشو، ما فتحتش الا في الادلت هود، دي كان سليم وزي الفل نورمال بس عجز. يعني هي بتفتح بالادلت، هي بتكون بيتنت وبتفتح بالادلت؟ هي بتبقى بيتنت بس قافله باريولار تيشو. انت شايف الشخبطه دي؟ اسمها اريولار تيشو. شايف هنا مفيش اريولار، هو اتولد بيها مفتوحه من غير اريولار، ده اتولد بالاريولار. تمام. فعشان كده لما فتحت لما كبر يعني. بس هو ما عندوش فيستيج؟ لا ما عندوش فيستيج. اوكي. لو عنده فيستيج ما كانش فتحت يعني. الانواع دي بيبقى الحته اللي تحت دي فيستيج والباقي لا، ودي الحته دي فيستيج والباقي لا، يعني الحته اللي مش هتعمل فيستيج هتفتح. تمام. ونكتشف الموضوع ده اثناء العمليه صح؟
بكتشف الموضوع ده سنة، لا بكتشف الموضوع ده لما يجيله فتح. يعني انا ما اعرفش البروسيسس فاجيناليس بتاعتك الموديل ده ولا موديل من دول. لو البروسيسس فاجيناليس بتاعتك الموديل ده مش هيجي لك فتح، لكن لو الموديل لو واحد لو البروسيسس فاجيناليس بتاعتك موديل من دول هتفتح. لو الموديل الاولاني مش هتيجي، مش هيكون في، مش هيجي لك فتح. لكن لو كنت موديل من دول هيجي لك فتح، هعرف لما يجي لك، هعرف لما يجي لك فتح. طب هو اللي عنده فتح لازم يكون، يعني مش ممكن واحد عنده فيستيج ويجي، يعني لازم يكون عنده اللي هو بروسيس فاجينالس. الا لو جات له هو كبير في السن عجوز، ممكن يكون عنده فيستيج فيستيج ويجي له فتح، عشان الفشل التمساس بتاعته ضعفت قوي بالسن يعني. طب ممكن واحد ادلت عنده فيستيج ويجي هيرنيا؟ لا. تمام ماشي يا دكتور. خلاص يا خالد ولا هنبدا من الاول تاني؟ يلا. لا لا شكرا. العفو. ايوه يا عمر. الو. هذا ايوه يا عمر. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي.